يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. مفيش شك أنه من أصعب المراحل اللي بتمر على الإنسان المراحل العمرية هي مرحلة الشيخوخة، مرحلة طبعا بيكون فيها تقدم في العمر بيصاحبها بعض الأعراض، ممكن النفسية ممكن البدنية والصحية، وإحنا عارفين طبعا أمراض الشيخوخة بتكون عاملة إزاي وإزاي بتأثر على كبار السن. فبالتالي هنا لازم نفكر في طريقة للتعامل مع كبار السن، نفكر في طريقة في احتواء عصبيتهم الناتجة عن زي ما قلت لحضراتكم بعض الأعراض النفسية والبدنية. طيب في تعريف كبار السن مين هم؟ هو الشخص الكهل اللي تقدم بيه العمر وتجاوز 65 سنة مع بعض طبعا زي ما قلت لحضراتكم كده مجموعة من الأعراض النفسية والبدنية، مش القدرة برضو على الحركة زي ما كانت قبل كده، الكلام، مسألة التركيز في كل التفاصيل، السمع، البصر، الحاجات دي بتضعف مع مرور الوقت ومع تقدم العمر، ودي حاجة طبعا بديهية ومعروفة، فبيحتاجوا مننا معاملة خاصة. يعني ما ينفعش نكون بنتعامل مع كبار السن زي ما بنتعامل مع الناس اللي في سننا. في بقى خبراء علم النفس بيقولوا ان في مجموعه من القواعد لازم نتبعها واحنا بنتعامل معاهم، ما ينفعش الموضوع يمشي كده بالبركه، لا لازم فعلا يكون عندنا خطه ماشيين عليها واحنا بنتعامل مع كبار السن. اول حاجه انا برفض فكره ان احنا نتعامل مع كبار السن على انهم اطفال. الكلمه دي انا فعلا بتضايقني جدا لما حد يقول ايه عامله على قد عقله، عامله زي الطفل. الكلام ده يعني مش كلام مظبوط وكلام خطأ بالمرة، وما يصحش ان احنا نقول على حد من كبار السن على انه طفل، لانه ممكن نقول ان احنا نتعامل مع كبار السن عندهم ضغوطات او يمكن ما بقوش في كامل تركيزهم فهنا اتعامل معاه. لكن في فرق ما بين كبار السن وبين الاطفال، الطفل غير مدرك، الطفل ما عندوش خبرة، الطفل ما عندوش فهم كافي لكل الامور. اما كبار السن فهو نتيجة مثلا انه ما بقاش يسمع زي الاول فبقى بيتعصب شويه، ما بقاش في كامل تركيزه فبقى يتعصب شويه، ده مش معناه ان انا عامله كطفل، بالعكس ده معناه ان في طريقه لاحتواء عصبيتهم وللتعامل معاهم. لازم نخليهم يعني محور اهتمام القعده اللي احنا قاعدين فيها، يعني لو في تجمع عائلي مثلا وفي حد من كبار السن يقعد على راس السفره زي ما احنا متعودين، يقعد في المنتصف ويكون هو محور الحديث، ما ينفعش احنا كلنا نكون بنتكلم وماسكين الموبايلات وسايبينه هو قاعد. ما ينفعش اتأفف وهو بيتكلم معايا، يعني مثلا هو ممكن يكون عايز يعبر عن حاجه او عايز يطلب حاجه وزهق فمش قادر يتكلم، فاقول له ايه بتقول ايه مره واتنين بطريقه تبين ان انا مش فاهم هو بيقول ايه، فهو يحس ان هو فعلا في حاجه هو بيعملها مش مظبوطه فيبتدي يتضايق اكتر. فهنا انا ما ينفعش اتأفف وانا بتكلم معاه، ما ينفعش اتضايق، ما ينفعش استخدم قدامه مصطلحات يمكن بنستخدمها اليومين دول وهو قاعد مش فاهمها، فهو هيحس في الوقت ده ان هو في عزله، ان هو مش موجود معانا. لازم نخليه زي ما قلنا كده ايه محور اهتمامنا، لازم نهتم بيه بطريقه كافيه، لازم نعرض احنا مساعدتنا بالمناسبه، مش لازم هو يطلب هو عايز ايه، لازم احنا نعرض باستمرار. لما يجي يحكي لك عن موقف وعقبات هو مر بيها في حياته لازم تسمعه. وبالمناسبة لو الحكاية دي اتقالت مرة واثنين وثلاثة وعشرة تفضل تسمع القصة بتاعته وتبين له قد ايه هو عمل حاجة مهمة جدا بانه تجاوز هذه العقبة وانه عمل حاجة كبيرة مش حاجة هينة. وبلاش برضو نتضايق ان القصة بتتحكي مرة واثنين وثلاثة، لان احنا في يوم من الايام هنوصل لنفس السن ده. وبالمناسبة الطريقة اللي بنعامل بيها كبار السن هي نفسها الطريقة اللي ولادنا هيعاملونا بيها. لما هو يشوفني وانا بعامل والدي الكبير في السن او بعامل جدي بطريقه ومتضايق ودايما مستعجل مش بتكلم معاه، هو شايف ومتابع لان هو بيتعلم مني، فهو لما يكبر هيعمل معايا نفس اللي انا عملته بالظبط مع والدي او مع جدي. لو في مناسبات اجتماعيه عندك لازم تعزمه، حتى لو انت متاكد تماما انه مش هيقدر يجي او ظروفه مش هتسمح او ما بيقدرش يتحرك، لازم تعزمه، لازم تبين له انت قد ايه مهتم بيه، لازم تقدم له كل اشكال الدعم اللي ممكن يحتاجها، تقعد تتكلم معاه باستمرار، تبص له وانت بتكلمه، ما تعملش حاجه وانت مستعجل وانت قاعد معاه. ففي حاجات كتير الحقيقه فايتانه واحنا بنتعامل مع كبار السن لازم نركز فيها. ليه؟ لان زي ما قلنا كده وزي ما دايما بنقول دول بركه البيت. كبار السن دول بركه البيت، حاجه كده بركه، ما بنحسش بقيمتهم غير بعد ما بيتوفاهم الله. بنحس بقيمتهم في هذا التوقيت، بنحس ان احنا فعلا فقدنا حاجه مهمه وفقدنا جزء من البركه. سؤال حلقتنا بيقول ازاي نتعامل مع كبار السن
وايه افضل الطرق لاحتواء عصبيتهم. بكل تاكيد ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا على الفيسبوك. وبالمناسبه هيكون معانا فقره مهمه جدا، عشان من كام يوم كده احد الساده المتابعين بعت لنا وقال انا عايز افهم بس لازمته ايه سؤال الحلقه. سؤال الحلقه اعتقد انه مهم. ليه مهم؟ لان احنا النهارده هيكون معانا احد الساده المختصين في هذا المجال يقول ازاي نتعامل مع كبار السن. كل يوم بيكون عندنا سؤال حلقه مختلف بنستفيد بيه من تجارب بعض، وفي نفس الوقت بيكون عندنا الخبراء والمختصين بنعمل فقره عن سؤال الحلقه، حد من الخبراء والمختصين بيرد على هذا السؤال بطريقه علميه. هيكون معانا فقره النهارده مع الدكتوره شيماء الاسد استشاري الصحه النفسيه، وهتجاوبنا على سؤال الحلقه وتقول لنا كمان ازاي احنا نتعامل مع كبار السن. على كل احنا منتظرين اجابات حضراتكم على صفحتنا على فيسبوك، منتظرين تفاعلاتكم، طبعا هنستعرضها خلال حلقه النهارده. بنصبح لحضراتكم مره ثانيه، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، نصبح على لميا ونعرف منها خطتها في معامله كبار السن وازاي تحتوي عصبيتهم. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. بص يا شاذلي، انا بحس انه لازم يبقى في طوله بال وفي صبر وطاقه اكتر، وزي ما قلت لك قبل الهوا نعملهم على انهم ولادنا، وده مش زي ما انت قلت من شويه انه ما يصحش وان هم مش مدركين، لا بالعكس، ان احنا نهتم بيهم اكتر، نحبهم اكتر، نوريهم قد ايه احنا مهتمين بيهم، وان هي يعني كفاحهم معانا وقصتهم الطويله معانا ما خلصتش او قربت تنتهي، لا بيبقوا حابين ان انت طول الوقت تدخلهم في حكايات وحوارات ونخرج سوا ونروح سوا وتناقشهم وناخد رايهم كمان بالمناسبه، وناخد رايهم ونسمع على فكره. يعني انا بالي طويل قوي في حكايه ان انا اسمع الحكايه او الموضوع 500 مره، يعني ما بحسسه ايه، بتفاجئ كل مره. صح، معقول مزبوط. صحيح، وعملت ايه وكده. فلا طبعا لازم يبقى في صبر وطاقه وطوله بال علشان تحتويهم طول الوقت. صحيح، وزي ما انت قلت من شويه انه احنا هنتعامل بنفس الطريقه لما نكبر مع اولادنا، فلازم ناخد بالنا من الحكايه دي. بصبح عليك يا شاذلي، وبصبح على مشاهدينا في كل مكان، وتعالوا دلوقتي نتابع مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. وهنبدا جولتنا من محافظه القاهره، بالتحديد من كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مروريه بسيطه ولا تؤثر على معدل الحركه المروريه، وده لحد منطقه رمسيس، وبعدين بيكون في سيوله لحد نزله غمره، بعدين بتكمل معانا السيوله المروريه لحد نهايه كوبري اكتوبر. شارع رمسيس هو اللي بيشهد كثافات بسيطة وغير مؤثرة لحد دلوقتي بامتداد الشارع، وبتكمل معانا السيولة لحد طريق النصر. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية ناتجة طبعا عن بعض التحويلات بسبب أعمال ربط محور 26 يوليو الجديد بشارع أحمد عرابي، لكن الاتجاه الآخر القادم من ميدان لبنان في سيولة مرورية. في شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد هو كمان سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، وفي بعض الكثافات عند منطقة الويلي ولغاية كوبري الساحل والأمرية كمان. أما على الأوتوستراد في سيولة مرورية نسبية بتقل بعد شوية للي قادم من مناطق حلوان ومتجه للمعادي أو المقطم، أما مطلع المقطم المتجه لمحور صلاح سالم مغلق بسبب أعمال إنشائية. نكمل جولتنا ونروح لشوارع الجيزة، بالتحديد شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين لمسافة 500 متر، وده بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومذكور والطلبية، وبتظهر كثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العريش لحد الطلبية. الكثافات للمتجه لكوبري الجيزة كمان المعدني. في شارع فيصل كثافات مرورية كبيرة بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل، كمان ظهرت كثافات تانية في شارع السودان ومكملة لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت فيه كثافات مرورية بتزيد طبعا في الاتجاه لجامعة القاهرة. في محافظة اسكندرية داخل المدينة هنلاقي الكثافات موجودة إنما بسيطة، وخصوصا عند شارع خالد بن الوليد في منطقة ميامي، وكمان في كثافات بسيطة في منطقة المحيطة بكوبري ستانلي، كمان في كثافات متقطعة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية، لكن شارع جمال عبد الناصر فيه كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب. نفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي كمان بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. هنكمل جولتنا المرورية
ونروح نتابع مدينة أسوان ونشوف الحالة المرورية هناك، ونبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية على طول الشارع، وهنلاحظ ان في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي هناك بيشهد يعني حواليه بعض الكثافات المرورية. كمان في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي وكمان الطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي، في كمان بعض الكثافات المرورية. كده عرفنا جولتنا المرورية النهاردة، وهناخد بالنا إن في شبورة وممكن يكون في أمطار، نلتزم بالتعليمات المرورية عشان نوصل بيوتنا أو أشغالنا بألف سلامة، ونرجع مرة تانية لشاذلي نكمل معايا باقي فقراتنا. شكرا ليك يا لمين. النهاردة بكل تأكيد في مجموعة كبيرة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن بنبدأ بالأحداث والأخبار اللي حصلت امبارح، واللي من أبرزها الاجتماع اللي عقده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء، وتوجيهات سيادة الرئيس بدعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري. كمان امبارح كان الاجتماع الأسبوعي للحكومة، رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبول يوجه التهنئة للمواطنين المسيحيين بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، كل عام وهم بألف خير. تفاصيل كتير هنعرفها من هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء، ووجه الرئيس بصياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يشمل مدن وقرى سيناء ودعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري. امبارح كمان عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، ووجه بزيادة عدد المستشفيات بالعاصمة الإدارية الجديدة والإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الحي الدبلوماسي على نحو متكامل مع الأحياء الأخرى بالعاصمة الإدارية. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، واللي بدأ بتوجيه خالص التهنئة لقداسة البابا طوادروس الثاني والجميع المواطنين الأقباط بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد. وأعرب مدبولي عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه الأيام على مصر والمصريين بالخير والنماء. امبارح تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن قرار مجلس الوزراء فيما يخص ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وقال كل وزير مسؤول عن متابعة خطة الترشيد اللي تمت الموافقة عليها. امبارح برضو عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات اللي بتنفذها شركة سكاتك النرويجية في مصر، وجدد رئيس الوزراء التزام الحكومة بمساندة المشروعات اللي بدأت الشركة في تنفيذها في السوق المصرية وتطلعها لتوسيع مجالات التعاون مع الشركة في الفترة المقبلة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القوات المسلحة على دعم الأنشطة العلمية والبحثية وتبادل الخبرات التعليمية بين أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وباقي الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة، وقع اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بروتوكول تعاون مع الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة. البروتوكول بيهدف لتبادل الخبرات العلمية والتعليمية خاصة في الموضوعات الاستراتيجية والأمن القومي وصناعة القرار، وده من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات وأيضاً عقد الدورات التدريبية بالأكاديمية للقيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة المنصورة الجديدة. أما في المحافظات ففي مجموعة أخرى من الأحداث المهمة اللي حصلت هناك، واللي منها وصول أكبر مكتبة عائمة في العالم إلى ميناء بورسعيد، أيضا توفير 57 منفذ ثابت ومتحرك لبيع السلع بأسعار مخفضة في الفيوم، بالإضافة إلى تحليق 24 رحلة بالون طائر في الأقصر على متنها 480 سائح، وأخبار أخرى هنعرفها من هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من بورسعيد اللي شهدت وصول أكبر مكتبة عائمة في العالم لوجوس هوب لميناء بورسعيد قادمة من بيروت، وهتغادر الميناء في 23 يناير متجهة إلى ميناء العقبة بالأردن.
في الإسكندرية قال المحافظ اللواء محمد الشريف إنه تم رفع كفاءة منظومة النظافة بشكل كامل العام الماضي لرفع المخلفات أولاً بأول والحد من ظاهرة تواجد النباشين، وأوضح إنه تم تطبيق نظام الجمع السكني بنسبة 70% في 18 قطاع. في البحيرة تم فحص أكثر من 99 ألف طالب وطالبة ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية بالمدارس. وقالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إن في تعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول لجميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدن ومراكز المحافظة. في الفيوم تم توفير 57 منفذ ثابت ومتحرك لبيع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بمختلف مراكز وقرى المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. في الوادي الجديد تمت الموافقة على فتح فرع لجامعة الأزهر لخدمة طلاب التعليم الأزهري بالمحافظة، وحرصاً على دعم جهود الارتقاء بالعملية التعليمية بكل قطاعاتها. في جنوب سيناء تم افتتاح محطتين لرفع المياه بمدينة طور سيناء بتكلفة إجمالية بتصل ل 200 مليون جنيه. في حلايب وشلاتين اختتمت أعمال القافلة الطبية لمشيخة الأزهر الشريف، واللي تمكنت من إجراء الكشف الطبي على 3752 مواطن وإجراء 106 عملية جراحية بالمجان. في قنا قامت الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة بفحص 581760 نخلة بهدف مكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء بمختلف نواحي مدن وقرى المحافظة. في الأقصر شهد مطار البالون الطائر غرب المحافظة تحليق 24 رحلة بالون طائر على متنها 480 سائح من مختلف الجنسيات. في الغربية سلم المحافظ الدكتور طارق رحمي 36 دراجة هوائية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين بديوان عام المحافظة، وده ضمن مبادرة دراجتك صحتك للتشجيع على استخدام الدراجات كوسيلة انتقال صديقة للبيئة ورفع معدلات اللياقة البدنية للفرد. مرة تانية هنرجع للمياء حمدي نتعرف منها على أخبار الطقس ودرجات الحرارة النهاردة. شكرا يا محمد. نستعرض مع حضراتكم مشاهدينا دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة هيكون الطقس بارد الصبح بدري ولطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وفي كمان شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 20 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 25 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 15 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. إزاي نتعامل مع كبار السن وإيه أفضل طريقة لاحتواء عصبيتهم؟ ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا المختلفة على السوشيال ميديا، في انتظار طبعاً إجابات حضراتكم عشان نستعرضها خلال الحلقة. دلوقتي هناخد مجموعة من التعليقات والإجابات اللي جاتلنا على سؤال حلقتنا النهاردة. أبو مالك عصام بيقول صباح الخير أستاذ محمد، قال صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام: ليس منا من لا يرحم صغيرنا ولا يوقر كبيرنا، صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. أستاذ سام هيكل بتقول صباح الخير عليكم وعلى كل المصريين. التعامل مع كبار السن أولا بالاستماع ليهم ولا نقاطهم عندما يحكوا عن شيء ناخد رأيهم، مثلا لو في زواج أحد الأبناء نقطة مهمة طبعا، وعدم تجاهلهم ورفع الصوت عليهم. أنا عندي 61 سنة وأتمنى من أولادي أنهم يكونوا معايا مثل تعاملي مع أمي وأبي، والحمد لله كنت في خدمتهم إلى أن توفاهما الله. ربنا يديك الصحة يا رب وطول العمر وصباحك زي الفل. دايما إحنا بنقول إيه، إحنا كمصريين بيقول اللي إحنا بنعمله في حياتنا بيقعد لنا، فالطريقة اللي حضرتك كنت بتعاملي بيها والدك والدتك ربنا يرحمهم بكل تأكيد ولادك اتعلموا منها وهيعاملوا حضرتك بنفس الطريقة إن شاء الله. في شريف تايجر بيقول صباح الخير عليكم، في التعامل مع كبار السن لازم يكون في صبر ولين وحسن معاملة وتنفيذ للأوامر والاستماع لهم. عبد الرحمن أسامة بيقول صباح الخير، أهم حاجة هو احترام الكبير وليس الكبير فقط بل نعطف على الصغير حيث أمرنا رسول الله بذلك، فقال ليس منا من لم يوقر الكبير ولا يرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. أستاذ ماهر بيقول صباح الخير على أسرة البرنامج، كبار السن وكيفية التعامل معهم من الأمور المهمة جدا واللي بتحتاج منا إلى ضبط النفس في الكلمات والحركات أثناء التعامل معهم. ده اللي كنت بتكلم فيه مع حضراتكم في بداية الحلقة، ضبط النفس في التعامل مع كبار السن في الحركات، لما يكون هو بيتكلم معاك ما ينفعش تكون بتعمل حاجة ومديله بس ودن واحدة من الودنين بتسمعه بس كده وتشوف هو عايز ايه، لا اقعد شوف هو بيتكلم في ايه وبصله
واتكلم معاه زي ما بيتكلم معاك وشوفه محتاج يعمل ايه واعمله له. من الحاجات المهمه كمان اللي كنت عايز اقولها لحضراتكم ان احنا ناخد مشورتهم. بالمناسبه بيكون عندهم خبرات حياتيه كبيره جدا ولازم نحسسهم ان رايهم مهم. بالمناسبه حتى لو طبعا انا عارف ان الزمن متغير تماما، حتى لو الخطه بتاعتهم غير مناسبه للزمن الحالي وانا في تقديري بتقول ان خطتي انا افضل من خطتهم، اسمع كلامهم واخد رايهم. وحتى لو انا في دماغي خطه تانية عايز انفذها مفيش مشكله، ده طبعا بتبقى حسب الظروف بتاعتك، لكن في النهايه لازم تحسسهم ان رايهم مهم. في كلام، في كمان تعليق من احمد سعد بيقول صباح الخير، افضل طريقه نعملهم زي اطفالنا من الرحمه والحنيه والاهتمام. الاستاذ ادري بيقول صباح الخير عليك، واحسن طريقه هي خفض جناح الذل من الرحمه، يعني تعامل معهم وكاني ذليل له وخدام محتاج منه الرضا عشان الذل يروح من قلبي وتبقى الرحمه، يعني افرش جناحاتي ليهم وابذل لهم نفسي ومالي وشكرا ليكم. استاذ جيهان المصري بتقول صباح الخير عليكم، اولا كبار السن دول بركه البيت زي ما قلنا بالظبط، دول البركه في البيت، هم اللي بيلموا العيله ولازم نتعامل معاهم كويس لانها هتترد لنا بكره في عيالنا. جدتي الله يرحمها كانت صاحبتي وحبيبتي وامي وربنا يخليها لينا، وامي ربنا يخليها لينا يا رب. بركه البيت هي اللي لما عيلتنا الصغيره، بصبح عليكم وعلى اختي وزوجي ربنا يحفظهم اللهم امين. كمان استاذ علاء هارون بيقول صباح الخير عليكم، افضل حاجه هي احتوائهم وفهم او مراعاه سنهم وما تزعلهمش وتعملهم معامله حسنه كويسه لانهم بركه البيت. كمان من ضمن التعليقات، لسه عندنا تعليقات كتير قوي جات لنا لان الموضوع ده مهم بكل تاكيد، وفي ناس ما بتبقاش حاطه خطه، يعني حتى في ناس بيبقى عندها بعض المعلومات كده لكن نتيجه ان الحياه واخداهم والشغل والروتين بتاع الحياه والدوشه والزحمه والحاجات دي كلها بننسى ان احنا نديهم قدر من الاهتمام. فلو عندك حد كبير في السن في البيت من الصح او حط قدامك كده قاعده وخطه وانت بتتعامل معاه، راجع من شغلك قبل ما تدخل بيتك تعدي عليه هو الاول، عامل ايه وايه اخبارك وطمني عليك واليوم كان ماشي ازاي، وتقعد تدردش معاه شويه. 5 دقايق من وقتك في اليوم بالمناسبه مش هيفرقوا عندك، لكن بكل تاكيد هيفرقوا عنده ان هو يحس ان هو لسه موجود ويحس باهتمام الناس. في محمد اسامه بيقول صباح الخير عليكم، افضل حاجه للتعامل مع الكبير والصغير تعامله بالحب والعطف ودايما تساعد اي حد محتاج مساعده، عاملوا الناس كما تحب ان يعاملكم بها الناس والتبسم في وجه اخيك صدقه. استاذ احمد فراج بيقول صباح الخير عليكم وعلى احلى برنامج، والله افضل طريقه انه يكون عندك طوله بال زي ما كانت لميا بتقول، طوله بال وتسمع كلامهم وتنفذ الاوامر وتقول نعم وحاضر بدون اي جدال، كلام منطقي. دي كانت مجموعه من التعليقات اللي جات لنا، لسه عندنا تعليقات كتير قوي هنستعرضها خلال حلقه النهارده، لكن دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع بعده نكمل باقي فقرات. اما بالنسبه للاحداث اللي هتحصل النهارده ان شاء الله ففي مجموعه كبيره من الاحداث هتحصل، وكمان في مباريات مهمه في الدوري المصري هنعرفها من هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهينطلق المعرض العربي للأسر المنتجة بيت العرب تحت رعاية رئيس الجمهورية، وهيستمر لحد 11 يناير الجاري بمشاركة 12 دولة عربية. المعرض بيعتبر فرصة مهمة للنهوض بقطاع الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتراثية العربية وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال، وكمان بيشكل فرصة للترويج للمنتجات من خلال المعروضات اليدوية والتقليدية المصرية والعربية. النهاردة آخر موعد لاستقبال طلبات الاشتراك في مسابقة الأم المثالية لعام 2023 بمديريات التضامن على مستوى جميع محافظات الجمهورية. شروط المسابقة ألا يقل سن الأم عن 50 سنة وأن يكون لها قصة عطاء، وكمان تكون بتعرف تقرأ وتكتب، وعدد أبنائها ما يزيدش عن 3 أبناء. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في افتتاح الجولة 12 من عمر المسابقة، هيلتقي إنبي مع الأهلي الساعة 5 مساء، والساعة 7 مباراة الزمالك مع الداخلية.
بالنسبة لماتشات الدوري الإنجليزي، النهاردة في مباراة قوية في ختام الجولة 19 من عمر المسابقة، هيلتقي فيها تشيلسي مع مانشستر سيتي الساعة 10 بالليل. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ولطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي كمان شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلاً بك يا فندم. طمنين عن حالة الطقس النهاردة. احنا طبعا اليوم هتبدا تتلاشى فرص سقوط الامطار من على اغلب مناطق الجمهوريه، وتنحصر فقط في السواحل الشماليه للبلاد، لان احنا بالامس شهدنا سقوط الامطار متفاوت الشده على اغلب المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، وصلت الامطار كمان لبعض المناطق من شمال الصعيد. الحمد لله اليوم هتبدا الامطار تنحصر فقط في السواحل الشماليه للبلاد، محافظات المطله على البحر المتوسط، وهتكون أمطار ما بين الخفيفة قد تكون متوسطة في بعض الأماكن أو في بعض الأوقات. أيضا الأمطار هتمتد لبعض المناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر زي حلايب وشلاتين، أمطار خفيفة. مجمل أمطار اليوم إن شاء الله مش هيأثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية، وهيكون على فترات متقطعة من اليوم. باقي مناطق الجمهوريه هتتلاشى من عليها فرص سقوط الامطار، هيكون في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، لكن احنا لسه مستمرين في انخفاض درجات الحراره اللي بنلاحظه اكثر خلال فترات الليل. فترات النهار مع سطوع اشعه الشمس بنحس بالاجواء الشتويه اللطيفه الدافيه تماما على اغلب المناطق الشماليه، معتدله على المناطق الجمهوريه فترات النهار. لكن فترات الليل فور غياب اشعه الشمس بيبدا انخفاض درجات الحراره كمان من ساعات المغرب، ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى، أحيانا بتوصل ل 11 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بعض المناطق بتوصل ل 8 و7 درجات في محافظات شمال الصعيد. فالأجواء خلال فترات الليل هتظل أجواء ما بين الباردة إلى شديدة البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية، وطبعا مع الاستقرار في الأحوال الجوية وتوافر عامل الرطوبة الموجودة في الجو بعد سقوط الأمطار، هتكون الظاهرة الجوية المؤثرة معانا بشكل كبير هو تكون الشبورة المائية اللي قد تكون كثيفة أحيانا على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية. دايما مع تكون الشبورة المائية الكثيفة بيكون في ساعات الليل المتأخر تقريبا الساعة 3-4 الفجر، وبتستمر معانا حتى سطوع أشعة الشمس. الأجواء المستقرة دي إن شاء الله متوقع تكمل معنا على الأقل لل 48 ساعة قادمة أو 72 ساعة قادمة. الظاهرة الجوية المؤثرة فيها هي الشبورة المائية، وطبعا انخفاض درجات الحرارة الملحوظ أكثر فترات الليل. عشان كده مهم جدا إن احنا لازم نحافظ على ارتداء الملابس الشتوية فترة النهار وفترات الليل، خاصة فترات الليل المتأخر والصباح الباكر تكون ملابس شتوية ثقيلة، تكون كمان القيادة بهدوء تام على أغلب الطرق مع وجود الشبورة المائية. وطبعا دايما لازم نتابع النشرات الجوية قبل ما نخرج من البيت، نعرف الحالة الجوية إيه ونبدأ نتعامل مع أي ظروف جوية مختلفة. أشكرك في النهاية، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في مختلف محافظات مصر. هنبدأ من القاهرة، العظمى فيها 20 والصغرى 12، العاصمة الإدارية 19-11، اسكندرية 19-13، العلمين الجديدة 19-13، مطروح 19-14، دمياط 20-10، بورسعيد 20-12، الإسماعيلية 21-11، السويس العظمى فيها 20 والصغرى 11، العريش 19-11، كاترين 15-4، طابة 21-13، حلايب 21-16، شلاتين 25-13، شرم الشيخ 23-14، الغردقة 23-14، الفيوم العظمى فيها 20 والصغرى 9، بني سويف 19-9، الوادي الجديد 22-8، أسيوط 20-8، سوهاج 20-8، قنا 20-9، الأقصر 22-9،
وأسوان العظمى فيها 23 والصغرى 10. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وكمان عرفنا في تفاصيل عن حالة الطقس النهاردة. وناخد بالنا الأمطار صحيح هي خفيفة شوية، لكن الشبورة ممكن تبقى كثيفة على الطرق الصحراوية والزراعية والساحلية المختلفة. ناخد بالنا نلتزم بالتعليمات المرورية عشان نحافظ على حياتنا، وكمان خلاص نلبس لبس تقيل حتى لو كان الجو لطيف بالنهار. نرجع مرة تانية لشاذلي نكمل معاه باقي فقراتنا. شكرا ليك يا لمي. مشروعات تنموية عملاقة الحقيقة بتتم في كل محافظات مصر بالتوازي. دلوقتي هنروح لمحافظة سوهاج مع مراسلنا محمد رفعت عشان نتابع معاه أهم أعمال التطوير والمشروعات التنموية اللي بتتم في المحافظة هناك. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الخير عليك يا شاذلي، صباح الخير على كل مشاهدينا الكرام من محافظة سوهاج. هذه المحافظة التي همشت لسنوات طويلة اليوم، وهذه الفترة محافظة سوهاج بتحتفل بيعني الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنمية الريف المصري. مشروعات عملاقة بحجم استثمارات كبيرة جدا تم ضخها هنا في محافظة سوهاج. الأرقام أكبر دليل يا شاذلي على اهتمام الدولة المصرية واهتمام القيادة السياسية بهذه المحافظة التي كانت قد همشت لسنوات طويلة. يكفي أن نتحدث عن حجم استثمار يبلغ 60 مليار جنيه لمختلف المشروعات الموجودة في محافظة سوهاج. لدينا في محافظة سوهاج 181 قرية بتتم فيها أو بالفعل انتهت فيها مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. هذه المشروعات عددها 3500 مشروع في 25 قطاع خدمي بيقدم لأبناء محافظة سوهاج. هذه المشروعات بتخدم 4 مليون مواطن من أبناء محافظة. أنا عاوز أقول لك يا شاذلي أن هذه الفترة محافظة سوهاج بتشهد حالة من ربما الرضا الكامل من المواطنين على حجم هذه المشروعات وحجم هذه الاستثمارات التي تم ضخها للمحافظة. زي ما تحدثنا بشيء من التفصيل عن هذه المشروعات، بنتحدث عن 763 مشروع في قطاع مياه في قطاع الصرف الصحة على سبيل المثال. هذه المحافظة التي كانت منذ يعني أقل من عامين بيتم خدمتها فقط أو 10% فقط من المساحة، مساحة المحافظة أو أهالي المحافظة مخدومين بخدمة الصرف الصحي. هذا الرقم تعدى 75% الآن. شركة المية مع انطلاق عام 2022 كانت قد أعلنت أن أكثر من 95% من أبناء المحافظة مع انطلاق العام الجديد بيصلهم كوب ماء نظيف يعني في بخدمة متميزة. قطاع الصحة أيضا قطاع مهم، لدينا 222 مشروع متنوع في القطاع الصحي بيتم في محافظة سوهاج بالتوازي. يكفي أن نتحدث عن 10 مستشفيات كبيرة بيتم يعني ما بين إنشائها وإعادة تأهيلها ودخولها الخدمة، بالإضافة إلى حزمة كبيرة من مشروعات طب الأسرة تم افتتاحها خلال الفترة القليلة الماضية. المشروعات الخدم مشروعات المجمعات الخدمية ما بين مجمعات زراعية ومجمعات بيطرية ومراكز تكنولوجية، 30 مجمع من هذه النماذج نسبة التنفيذ في هذه المشروعات وصلت يا شاذلي إلى 100%. 30 مجمع بالفعل تم العمل بهم ليقدموا خدمات متنوعة في إطار التيسير على المواطنين في محافظة سوهاج. الشيء الأبرز يا شاذلي وهو مشروع إنشاء مستشفى سوهاج الجامعي العملاق في مدينة سوهاج الجديدة في غرب محافظة سوهاج. هذا المشروع اللي من المنتظر أن يقدم خدمات طبية متميزة لأبناء، مش بس لأبناء محافظة سوهاج بل لأبناء محافظات الصعيد بصفة عامة. أنا عاوز أقول لك أن هذا المشروع ربما هو الأكثر تميزا على مستوى محافظات جنوب الصعيد في تخصصات كانت نادرة جدا تم يعني إضافتها لهذا الصرح الطبي الكبير. نتحدث هنا عن استثمارات في هذا الصرح الطبي تصل إلى 2 مليار جنيه
تتخيل هذه أرقام يا محمد وهذه الاستثمارات الكبيرة اللي حظيت بها محافظة سوهاج. تتحدث في مستشفى سوهاج الجامعي عن 300 سرير لاستقبال المرضى، بالإضافة إلى 47 سرير للعناية المركزة، بالإضافة إلى أكثر من 20 غرفة لمختلف العمليات ما بين العمليات الكبرى والمتوسطة. المناطق الصناعية في محافظة سوهاج بتحظى أيضا باهتمام الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة. مش عاوز أقول لك أني يعني أنا قلت لك في البداية أني 25 قطاع خدمي بالفعل تم تنفيذ مشروعات فيه، وصلت هذه المشروعات ل 100% وتخطت في بعض المشروعات 80%. الواقع يا شاذلي هنا بيتغير كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية، ومع انطلاق عام 2023. إليك الكلمة يا شاذلي. شكرك طبعا محمد على كل هذه التفاصيل. عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية تمت في المحافظة خلال الفترة اللي فاتت كما ذكرتها بالتفصيل. كل الشكر ليك طبعا، وألف مبروك لأهالي سوهاج طبعا كل هذه المشروعات الخدمية. طيب دلوقتي عايزين ناخد مجموعة من التعليقات اللي جات لنا على سؤال حلقتنا النهاردة، ازاي نتعامل مع كبار السن وايه أفضل طريقة لاحتواء عصبيتهم. في عبد المنعم جاب الله بيقول صباح الخير عليكم، أفضل طريقة في التعامل مع كبار السن كما علمنا ديننا الحنيف، وهي احترام الكبير وتوقيرهم، ودايما نحسهم بأنهم بركة في هذه الحياة، وأن الحياة بدونهم ليس لها طعم ولا معنى، ليس منا ما لم يوقر كبيرنا. مرة تانية صباح الفل عليكم. في كمان حساب باسم الجنرال اللورد، المصافحة في كل الأوقات، استخدام الألقاب المفرحة لهم بتوقير، التحدث بصوت واضح واستخدام كلمات مفهومة بدون استعجال. دي نقطة مهمة برضو، لازم استخدم المفردات اللي استخدمها تكون مفهومة، ما بقاش مستعجل، ولو هو اتكلم معايا وانا ما فهمتش الكلمة مش لازم اقوله بتقول ايه، يعني مش لازم ابينها له قوي ان انا ما فهمتش كده، يعني ممكن اتكلمه برضو احاول افهمه ان انا ما فهمتش لكن بلطف. تقديم المساعدة، منح كبار السن المزيد من الوقت والاهتمام والاستماع ليهم واظهار الحب والاهتمام بيهم. في حساب باسم محمد يوسف يقول من زرع حصد اللي انت عملته مع والديك سوف يرد ليك مع اولادك. اسامه الطحاوي بيقول الاستماع لهم جيدا والطبطبه عليهم. كمان في تعليق من مراد الفار بيقول نعمل كوبايه شاي وندردش معاهم بالراحه، حلوه الفكره دي. خالد جمال ربيع بيقول هم بركه البيت ورمانه الميزان. في كمان ابو يوسف محمد بيقول ارعاهم وخلي بالي منهم. كمان في تعليق بقى مهم من الاستاذه عبير سالم الغريب بتقول صباح الخير عليكم، الام والاب كانوا بيتعاملوا معانا بلطف واحنا صغيرين، لازم احنا كمان نعملهم بلطف لما يكبروا. مش وانت صغير كنت دايما كده تطلب الحاجه من والدك والدتك، تقول الكلمه مره واثنين وثلاثه واربعه، هل كانوا بيزهقوا؟ لا خالص، كانوا بيعلموك. فبالتالي لما هو يكبر في السن وما يكونش في كامل تركيزه، بس الموضوع كله ان هو مش مركز بس او تركيزه مش تركيز كامل، فلما يجي يطلب مني حاجه لازم انا كمان اسمع الكلمه مره واثنين وثلاثه واربعه. لازم نعملهم بلطف لما يكبروا وما نعرضهمش في اي حاجه، لو في حوار بيننا لازم كلامهم هم هو اللي يكون صح مهما كان، ونحسسهم بكده عشان ما نزعلهمش، لان الانسان لما بيكبر بيرجع زي الطفل الصغير اقل شيء بيزعله. كويس ان هي وضحت برضو، يعني هو الانسان بيبقى حساس شويه لما بيكبر، من اقل حاجه بيبقى ايه حساس شويه في التعامل، فلازم ناخد بالنا من حاجه زي دي. وايه تاني؟ لان الانسان لما بيكبر تمام لازم نحتويهم زي ما كانوا بيعاملونا واحنا صغيرين، هم بركه البيت والدنيا كلها. بحب اصبح على امي واختي ربنا يحفظهم ليا، صباحهم زي الفل. واحب اصبح كمان على كل لاعبي النادي الاهلي، ربنا يوفقهم في المباراه القادمه ان شاء الله يا رب ربنا يوفقهم. في كمان والزمالك، لا هي اهلاوي، الزمالك كمان هيلعب كمان يا استاذ عبير، اكيد هتتفرج على المباراه. في كمان صوفيا ابو هيبه بتقول صباح الخير على اسره البرنامج، قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، صدق الله العظيم. ساره كمان بتقول صباح الخير عليكم وعلى جدتي الحبيبه فاطمه، أحسن حل هو إننا نعذرهم وما نزعلهمش أو ما نزعلش منهم.
تمام. في كمان استاذ سيد عيسى بيقول صباح الخير عليكم وعلى اولادي سهام واسلام وساره، رب ارحمهما كما ربياني صغيره. افضل طريقه هو الاستماع لهم وتحسسهم باشتياق ما تسمع، يعني وانت بتسمع القصه بتاعتهم او اللي هم بيحكوه لازم تبين لهم انك مهتم، ان اللي هم بيحكوه ده من اهتماماتك، حتى لو ما كانش من اهتماماتك لازم تكون مركز معاه وتحسسهم باشتياق. واسال الله ان يبارك في امهاتنا ويرحم ابائنا، اللهم امين. في كمان سمر حماد بتقول صباح الخير عليكم. تاني حاجه، التعامل مع كبار السن واحتوائهم شيء سهل جدا وتؤجر عليه، الاحتواء بيكون بالاستماع ليهم وعن ذكريات طفولتهم ومرحله الشباب ازاي كانوا فيها، ولكن اهم من الاستماع هو انك تجعلهم يشعرون كما انت متحمس لسماع ما يقولون، حتى لا يشعروا بالاحباط، علما بانهم بيزعلوا وينبسطوا من اقل شيء. عشان كده ابتعد عما يحزنهم حتى لو كان شيء تافه او صغير، تقرب ليهم بما يحبون حتى لو كان ليس عظيم بالنسبه لك، اجعلهم يشعروا دائما بالاهتمام وانهم يعني مهمين وان وجودهم مهم. ونصايحهم كمان وتلخيص ما قلت، نتعامل معهم معاملة الأطفال الصغار ونتجنب ما يحزنهم ونجلب لهم ما يسعدهم. دي كانت مجموعة من التعليقات، في انتظار مزيد من تعليقات حضراتكم، لكن دلوقتي هنروح لموجز لأهم الأخبار مع لمين. شكرا شاذلي. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع لمتابعة الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء بأن تهدف جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يشمل مدنها وقراها. كما وجه الرئيس السيسي بدعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري على حساب ما كان قائما من غياب التخطيط، ومع دعم تلك الجهود بالدراسات الاجتماعية والإنسانية المعمقة واللازمة. وقال متحدث الرئاسة أن الاجتماع شهد استعراض المخطط الاستراتيجي العام لتنمية شمال سيناء باشتراك جميع وزارات وهيئات الدولة، إلى جانب عرض المحددات الرئيسية في هذا الصدد. كما تم استعراض نتائج التجارب السابقة للدولة لتطوير سيناء، فضلا عن الإجراءات والجهود التي تم اتخاذها لتطوير شمال سيناء من الإرهاب. كما اطلع الرئيس السيسي أيضا على الرؤية الاستثمارية المقترح تنفيذها لصالح التجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء، وذلك على ذات النسق الجاري من المشاريع القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك إنشاء مصانع تحسن استغلال الموارد الطبيعية في سيناء. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة عدد المستشفيات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى الإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الحي الدبلوماسي على نحو متكامل مع الأحياء الأخرى بالعاصمة الإدارية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين. وصرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. كما اطلع الرئيس السيسي أيضا على مستجدات تطوير منطقة المقطم، خاصة ما يتعلق بحصر قطع الأراضي الفضاء لحسن استغلالها، إلى جانب إنشاء مجمع أسواق المقطم وكذلك تطوير الكورنيش ورفع كفاءة المرافق وشبكة الصرف الصحي. كما تم عرض مشروعات الهيئة الهندسية لتطوير شمال سيناء، خاصة الموقف التنفيذي لمطار العريش. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع أيضا شهد عرض مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري، فضلا عن متابعة جهود الهيئة الهندسية لاستخدام أحدث المعدات والآلات الإنشائية والهندسية. أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تأسف على مقتل عدد من العسكريين الروس بضربة صاروخية نفذها الجيش الأوكراني ليلة رأس السنة. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إنه ليس هناك أي تحسر من جانب الإدارة الأمريكية، مضيفا أن الأوكرانيين تعرضوا للغزو وهم يقاومون ويدافعون عن أنفسهم، مشيرا إلى أن العسكريين الروس الموجودين على أراضي أوكرانيا هم هدف مشروع لأي عمل عسكري تقوم به أوكرانيا.
many of the systems that we've been providing. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو عن إطلاق مبادرة بقيمة 15.5 مليون دولار لتجنب خطر أزمة غذاء في أوكرانيا. وأكدت المنظمة أن المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة في أوكرانيا بحاجة ماسة إلى مزيد من الدعم لتجنب أزمة الغذاء، مضيفة أن المبادرة سيقوم بتمويلها الاتحاد الأوروبي، حيث سيساعد المشروع في الحفاظ على الإنتاج الزراعي بأوكرانيا بعد أن أجبرت العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي العديد من المنتجين الريفيين على تقليص أنشطتهم أو حتى التخلي عنها وسط تدمير المحاصيل والمعدات الزراعية وتعطيل سلاسل الإمداد. انتقدت منظمة الصحة العالمية تعريف الصين الجديد للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، مؤكدة أن الإحصائيات لا تنسجم مع عودة انتشار الوباء في البلاد، ومجددة تأييدها لإجراء فحوصات على المسافرين القادمين من الصين. وقال المسؤول عن إدارة حالات الطوارئ الصحية لدى منظمة الأمم المتحدة منظمة الصحة العالمية مايكل راين إنه يعتقد أن الأرقام الحالية التي تنشرها الصين لا تعكس حقيقة تأثير المرض فيما يتعلق بالاستشفاء ودخول العناية المركزة وخاصة الوفيات. عززت الجزائر موقعها كثاني أكبر مورد للغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا متفوقة على روسيا. وبحسب منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وابك، تراجعت الطلبات على الغاز الروسي المتدفق عبر أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي بمعدل 10%، ليصل إجمالي الطلبات إلى 38.9 مليون متر مكعب يوميا بدلا من 42.3 مليون متر مكعب يوميا. وأشارت أوابك إلى أنه مع انخفاض الإمدادات الروسية عززت الجزائر موقعها بصفتها ثاني أكبر مورد للغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بمعدل 75 مليون متر مكعب يوميا. رياضيا، يستضيف الزمالك اليوم فريق الداخلية على استاد القاهرة الدولي في الجولة 12 من الدوري الممتاز. وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها يحل الأهلي ضيفا على أنبي على استاد المقاولون العرب. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في المغرب في خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل. وأيضا أوضح فيفا أن قرعة كأس العالم للأندية ستقام يوم 13 من يناير الجاري في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم بمدينة سلا بالرباط. هذا ويتنافس الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي على مركز التأهل للدور الثاني، حيث ينتظر كل من الهلال السعودي وسياتل ساوندرز الأمريكي والوداد الرياضي المغربي الفائز منهما. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. ازاي نتعامل مع كبار السن؟ ازاي نتعامل معهم بطريقه نحتوي بيها عصبيتهم؟ ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا المختلفه، بكل تاكيد في انتظار اجابات حضراتكم. وزي ما كنا بنتكلم في البدايه، في تغيرات سلوكيه بتظهر على الانسان كل ما بيدخل مرحله عمريه مختلفه، وهنا بنتكلم طبعا عن كبار السن. هنا بتيجي اسئله كتير، ازاي نتعامل مع كبار السن بشكل نفسي منضبط؟ ازاي مثلا ما نحسسهمش بالتجاهل ولا مبالاه؟ ازاي كمان اتحمل هذه العصبيه؟ وايه السبب في هذه العصبيه؟ برضو دي حاجه مهمه. اسئله كتير هتجاوبنا عليها ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو الدكتوره شيماء الاسد، استشاري العلاقات الاسريه والصحه النفسيه. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير، ازيك يا محمد؟ يا اهلا بيك يا فندم، منورانا. الحمد لله. في البدايه هم ليه بيتعصبوا؟ لان احنا الاول خالص تعالى نذاكر حاجه كلنا مش عارفينها. لازم نعرف يعني ايه الصحه النفسيه لكبار السن. بمعنى ان احنا بنتعامل معاهم ان هم اكبر مننا. لا، هي في الحقيقة مش كده، إن كل لما بنكبر في السن بنصغر 10 سنين، فبالتالي نفسيا
عمريا قدامنا كبار، نفسيا هم اصغر. وفي حاجه كمان، في حاجه اسمها اضطرابات نفسيه سلوكيه سابقه، بمعنى ان انا دلوقتي وانا صغير في حاجات عانيت منها في الماضي او في البيئه اللي اتربيت فيها فاثرت عليا، ما طلعتش بقى وانا في النضج والمراهقه والى اخره، طلعت امتى؟ طلعت لما كبرت. بمعنى يعني دلوقتي دايما كبار السن عندهم امراض معروفه، اكتئاب، قلق، الزهايمر، وامراض الضغط والى اخره. الحاجات دي بتيجي منين؟ ان انا لو هحكي معاك دلوقتي انت هتتخض. الضغط العالي اصلا عباره عن مشاعر حب وعاطفه غير متعارف عليها، بمعنى يعني الاشخاص دي حصل لها جرح في الصغر وما تصلحوش على الطفل الداخلي، بمعنى احنا من 4 لـ 8 سنين الطفل بتاعنا بيكون كل المشاكل اللي في العيله، فلما مش بيتصالح معاها لما بيكبر بتحصل، بتتحط في المخزن في الستور بتاعنا. فلما بنكبر بنبقى هشين نفسيا، تبتدي تطفو بقى، فبيحصل ايه اللي بيحصل له؟ ضغط عالي، ده عنده مشاكل عاطفيه ما تصالحش معاها، يعني ما عالجهاش. اللي السكر، عدم الشعور بالرغبه والسعاده. الروماتيزم، الخوف من الحياه. ألم الساق، خوف من المستقبل، يعني وإلى آخره. حضرتك متخيل الكانسر؟ أنا بروح أعمل محاضرات دعم نفسي لمحاربة السرطان. الكانسر ده مشاكل عاطفية وقهر نفسي مضغوط جوه النفس البشرية. فده اللي أنا عايزة أقوله، طبعا ده نعمله حلقة لوحده لأنه موضوع كبير، بس اللي أنا عايزة أقوله إن دي قد إيه حاجات بسيطة إحنا مش عارفين عنها حاجة، لكن دي بتأثر على عصبية كبار السن. ليه؟ كبار السن بيبتدوا من 60 سنة لفوق، من 60 سنة نقدر نقول ان هم بيبقوا في سن المراهقة. لو تعالى نشوف كده الاجداد لما بيقعدوا مع احفادهم احنا نقول يا بابا عامل عقلك بعقله، هو اوريدي فعلا نفسيا قده، مش العقل. عايز المصاصة بتاعته، عايز الشوكلت. فاحنا في الوقت ده يجب علينا نعمل ايه؟ احتواء المرحلة. مش احنا دايما، انا في حلقاتي مع الاطفال اقول يلا نتعلم المراحل العمرية للطفل. انا هنا هشوف، هي موضوع صعب بس هاخد زي ما انا شفت التعليقات مع حضرتك في الحلقه، انا باخد الثواب، هشوف انا دلوقتي والدي او والدتي. بالمناسبه بما ان حضرتك تابعت التعليقات، أتفضل. يعني الناس كلها بتتكلم في خطط مهمه جدا في التعامل مع كبار السن، بس هل السؤال بقى هل بنطبق ده ولا لا؟ لسه كنت هقول لك، انا كنت بضحك وانا بسمع الكلام حلو جدا، لكن لما هاجي حرفيا وانا دلوقتي في الواقع عندي، لان انا بعمل دعم نفسي لكبار السن في العياده، لما انا اجي دلوقتي عندي كبير سن، يعني هقول لحضرتك حاله، هو صاحب مصانع وحد طول الوقت بيشتغل، فجأة حصل له اكتئاب واعتزل وساب كل شغله للناس. هنا إيه اللي حصل؟ هنا هو ثقافة طلع عليها إن الكبير بيتعب وبيبقى مريض نفسيا، استسلم لهذه المنطقة. فهمت حضرتك قصدي؟ فاستسلامه لمنطقة إن الإنسان لما بيكبر دوره إنه يقعد، وصلوا لحالات اكتئاب شديده، لان اكتئاب ليها 3 مستويات. فبالتالي بدا يحس ان انا ده مش دوري، بالعكس انا كل ما اكبر دوري بيزيد، لان الانسان اساسه صحه نفسيه. هي الامراض بتيجي منين يا استاذ محمد؟ الامراض حضرتك بتيجي ان انا صحتي النفسيه لما بتقل مناعتي النفسيه بتقل، فبالتالي الصحه الجسديه بتنهار. فعشان كده لما يجي بقى هنا انا اقول وهم كويسين واتعامل معاهم عشان ده هيرجع لي، لما بلاقي في مرحله صعبه الاولاد عندي بيبقوا في منتهى العصبيه. فالكلام ده بيتقال بس كده مش بيتنفذ الا ما رحم ربي طبعا، عشان احنا ضد نظريه التعميم. ما ده اللي كنت بتكلم فيه، ان احنا بالطريقه اللي بنعامل بيها الكبار السن هنتعامل بيه بنفس الطريقه بالظبط. عشان كده احنا مطلوب مننا ان احنا نزرع في اولادنا بطريق غير مباشر، يعني ما اروحش اقول له لما جدك ينادي عليك تسمع، لا، لما جده ينادي عليه اللي هو والدي انا اروح اتحرك اشوف جده عايز ايه. بالظبط. وحاجه كمان من تصرفاتي من سلوكياتي. بالظبط كده، هو فعلا، لان دايما احنا نقول اولادنا بيتعلموا مننا، دايما نقول هو جايب منين؟ هو جايبه مني، لان هو بالنسبه في وقت بيبقى شبه الاسفنجه بيشوفنا وبيعمل زينا. في كمان حاجه عايز اقولها عليها. اتفضل. اللي هو امتى الوقت ده؟ من 4 لـ 8 سنين. من سن، من هو بيبي لغايه 2 سنين هو بيمتص كل حاجه بالذبذبات. من اول ما ابتدي يعي ويتكلم هو بيركز في كل حاجه، لان كل يعني القدرات موجوده، كل حاجه موجوده مركزها، بيمتص ويتشبع بالشخصيه. ان انا في عندي جزء كده من 8 سنين وطالع، يعني سن المراهقه، انا بسميه المشخصاتي،
دي مرحله انا بسميها كده. ليه؟ لان انا مثلا شفت بابا، شفت جده، شفت خالته، وات ايفر مين الشخصيه اللي انا منبهر فيها ببتدي ابقى شبهها، فمن هنا بكمل الطريق. هرجع تاني لموضوع كبار السن واقول لك ان انا دلوقتي ابني زي ما حضرتك قلت ان انا اللي اقوم اتحرك عشان ابني يعمل زيي. في نقطه كمان انا اوعيه ان ما تشوفش جده ان هو راجل كبير فان انت تبقى متضايق منه. شوف ان انا دلوقتي لو تصرفت معاك التصرف ده هيعجبك، لو انت ناديت عليا وانا طنشتك دي حاجه هتزعلك. فابتدي دايما اعلمه الادوار البديله، ان انت لو اتحطيت في الموقف ده ده شيء هيساعدك، هتحب تبقى. طب وليه ما علموش ان هو كبير في السن؟ ليه ما قولوش ما تعلموش ايه ان هو كبير في السن؟ يعني ليه ما قولوش ان لا هو كده كده شايفه كبير. انا مش عايزاه يتعامل معاه انه كبير في السن ما يضايقنيش بقى. مش دايما الاحفاد بيعملوا كده؟ بس بقى يا جدو ما تضغطش عليا، يعني عايزاه يتعامل معاه بالتعاطف اكتر منه بالعقل. كنت بتكلم في بدايه الحلقه ان احنا واجب ان احنا نسمع لمشورتهم او ناخد مشورتهم في حاجات كتيره جدا، حتى لو كانت فكرهم في هذا الموضوع مش مناسب لتصرفاتي مثلا، او انا عندي خطه بديله وهنفذ خطتي البديله، بس اظهر اهتمامي في نقطه زي دي. عجبتني جدا المنطقه دي، لان هقول لحضرتك حاجه، هم لما بيكبروا بيشعروا داخليا ان احنا خلاص مش محتاجينهم، هم ما لهمش لازمه، ارائهم خلاص بقت قديمه. فلما حضرتك فعلا بتهتم وتوصل لهم ان لا رايك قد ايه بينفعني وانا بستفيد منه، ده بيعمل لهم حاله من الدعم النفسي، وتلاقيه كده ان هو سعيد ومقبل على الحياه اكتر. الموضوع بيحتاج صبر برضو يا دكتور. هو محتاج صبر ومحتاج توعيه. يعني ايه؟ ما هو انا هصبر امتى؟ الانسان بيصبر امتى؟ لما بيبقى متفهم الموقف. لو انا مش فاهم ببقى انفعالي، لان الحياه برضو خلينا واقعين، الحياه رتمها سريع وفي اعباء، فاللي هو دايما الكبار بيبقوا محتاجين حد يقعد يسمعهم. الوقت ده بقى انا لازم انا اجهز له من قبل كده. لما بعمل توعيه ان هو مشاعره ايه؟ احتياجاته ايه في الفتره دي؟ بالتالي انا بعرف اعمل صبر، بصبر لاني ببقى فاهم انا داخل اعمل ايه. طيب احنا بقى عايزين نفهم مشاعرهم ايه في الفتره دي واحتياجاتهم ايه. تمام، هي بتختلف. لو عندي هنقسمها لثلاث اقسام. لو عندي فئه خارجه اوريدي معافى نفسيا من الطفوله، بمعنى ايه؟ يعني اتعاملت واتعاملت مع، لان كل واحد فينا عنده اخطاء، الاخطاء اللي هي في التربيه، لو اتعامل معاه في سن بقى شبابه ونضجه بيبتدي يكمل الحياه عادي جدا ومتفاعل مع سنه ومش همه، بالعكس بيقول انا عندي كذا ويكمل الاخر. الفئه الثانيه دول دايما نلاقيهم مثلا يقول لك الحياه بتبدا بعد الستين، دي حقيقة. دايما متفائل جداً. وبيخرج وبينزل، لانه هو بيبقى رافض انه يستسلم للعمر بتاعه. دايما اقول احنا كل حاجه في حياتنا كريدت، فانا كل ما هحافظ على الكريدت بتاعي كل ما هكبر هيبقى عندي رصيد اكمل بيه. تمام. صحيح. لان اللي مش بيحافظ عليه سواء بقى في العصبيه والامراض اوريدي هو بيبقى خارج من المرحله منهك، هيروح للشيخوخه خلاص بقى كل سنه وانت طيب. طيب الفئه الثانيه اللي هي ما اتصلحتش، بيبقى تلاقي بقى يقول لك ايه الراجل ده كبر ولابس شورت احمر، ده بيصبغ شعره، ما عاش سن المراهقه. فدايما احنا عندنا كده صناديق هتتعاش. عشان كده دايما اقول احنا لازم نتصالح على المرحله اللي احنا ما عشناهاش قبل ما نوصل للعمر ده. ليه؟ هو احنا نقول في حد يعمل كده، احنا مش متفهمين، هو نفسه مش فاهم هو ليه بيعمل كده، في مرحله وقعت منه غصب عنه عايز يعيشها. هنا بقى بيحصل الكوارث، الخيانات والطلاق، وان انا ابتدي احس ان بابا القدوه انهار قدامي. تمام. طيب الفئه الثالثه دي بقى قبل ما نروح للفئه الثالثه لازم نركز بقى في الفئه الثانيه شويه، ان احنا لازم نخلي كل مرحله متطلبات كل مرحله نعملها. يعني هنا الفئه دي انا مش هنتقده. ليه؟ لان حضرتك يعني انا هقول لكده للمشاهدين، انا دلوقتي لو عطشان مش بيبقى اول ما بلاقي ميه بشرب، لو انا ببتدي اديله الميه ويشرب بالراحه خلاص، انا لما هتفهم ان هنا في موقف حصل مش مظبوط وابتدي ابين له ان ده عادي خالص وامشي معاه، هو يحس ان ده امر طبيعي، هيرجع تاني لطبيعته. وبرده عشان ما حدش يزعل مني يقول لي انت كلمتي على الراجل برده، لا انا محايده. برده في عندنا سيدات بتيجي تبقى عايزه تحب الولاد اللي في السن الصغير، يقول له هي الست دي اتجننت، لا هي ما اتجننتش، هي ما عاشتش مراهقتها. فابتدي احسسها انه عادي، عادي يعني يا دكتور اسيبها، لا
هتعامل معها عادي لغايه ما تحس ان الموضوع مش بالاهميه ده، لان هم حضرتك الاطفال لما بتشدوا منهم حاجه بيشدوها منك. صحيح. لو سبتها لهم خلاص. احنا هنتعامل نفسيا، هو موضوع مرهق، مش كده بقول، عايز توعيه وصبر في التعامل. تمام، دي الحاله الثانيه او النوع الثاني. دي الفئه الثانيه. الفئه الثالثه بقى اللي هي انا دايما اقول الوسط بين الناس اللي هم اتصالحوا وطالعين بشويه حاجات، فبيحصل لهم ايه اللي انا كنت بحكي الوقت عليهم، اللي هم امراض السايكوسوماتيك. ايه السايكوسوماتيك؟ هي الامراض النفس جسديه، هم اتصالحوا مع شويه حاجات بس لسه عندهم مشاعر مكبوته، لسه عندهم مواقف متخزنه، فبالتالي بيبتدي يطلع لهم بقى ايه، السكر، البروستاتا عند الرجاله دي بتبقى استسلام للشيخوخه، الكانسر في الرحم عند المراه ده بيبقى ان هي حاسه ان هي كبرت مش عارفه تعمل عطاء، زي ما قلت ألام الركبة دي بيبقى جرح في الكبرياء، حصل له مشاكل فحس إن حد جرح كبرياءه، يبتدي هنا هو مش عارف هو عايش فين. إحنا طبعا الرئة، تخيل إن الرئة والتهابات الرئة دي كلها مشاكل عاطفية؟ لا بصراحة مش متخيل. أنا بقى ده الأمانة إحنا بقى أنا مش مختص. الأذن، ألام الأذن بيبقى أوقات كتير بنسمع حاجات احنا مش متقبلينها ولا عايزين نسمع النصيحه، وحاجات كتير اذتنا، فبالتالي الاذن بتاعتنا يحصل لها مشاكل والتهابات. القلب، القلب بيبقى عندي مشاكل انا مش عارف امر بيها، فمن الضغط النفسي عضله القلب بيحصل لها مشاكل بقى بانواعها. احنا طبعا بنبقى مش فاهمين ده، يعني انا اللي عايزه اقوله مع حضرتك في الحلقه ان انا لو حصل او عملت توعيه وتفهمت المشاكل النفسيه انا ممكن اخرج اوريدي من المشاكل العضويه، فيبتدي اللي بنقول دي مرحله الهرم او تقدم العمر، ابتدي اطلع بيه للي انا عايزاه بقى، الفئه الاولى انه ده مستقبل جديد اعمله. طيب ده عظيم جدا. حضرتك اتكلمتي عن الرجل والمراه، مين اكتر حد فيهم بيتاثر بمشاكل او بامراض كبار السن؟ الرجل. لان المراه بتتقص رايقه دايما صح. لا هي الست كده كده متعوده ان البيت، يعني في سيستم رباني سبحان الله بالفطره كده معمول ان هي ليها اوقات وبتبقى مستعده، لكن الرجل بالذات القائد، بالذات الرجل المسيطر، بالذات الرجل اللي بيحب كلمته تبقى مسموعه، الكبير، الشخصيات دي لما يحس ان هو كبر وما بقتش كلمته بالزبط. مسموعه وما بقاش قائد، ما بقاش حد بياخد رايه، فده طبعا بياثر عليه نفسيا بشكل كبير. بالظبط، ما اناش كده بقول لك في انماط شخصيه اللي هو المسيطر، النرجسي، اللي هو كبير العيله، الكريم قوي، ولو ظروفه الاقتصاديه اتاثرت دي بتبقى كارثه بقى. لان دايما بيبقى فيه اعتياد انه الراي رايي، الناس بتيجي تسمعني، فبتلاقي ان الادوار اتبدلت. طب هي الناس كانت بتسمعه عشان هو كريم؟ لا انا بتكلم، لا انا بقول لك على المسيطر. لا كبير العيله، المشوره دايما بتروح له، فلما بيبقى فيه ادوار ما هو الحياه بقى بتتغير، في حد تاني خد مكانه، بيبتدي بقى يشعر بالهزيمه. دور الحد التاني ايه بقى؟ دور الحد، في حد تاني خد مكانه وليكن ابنه. بالظبط. لما كبر شويه مثلا بقى عنده هنقول 40 50 سنه، فبقت هي كلمته هي المسموعه، دوره هو ايه؟ دوره انه دايما يحطه في الصوره، وان انا مش هعمل اي حاجه لما حضرتك تقول لي كده بالظبط، لان انا اساسا متعلم منك. هو مش هيبقى مقتنع، بس المهم ان انا عامله له دعم نفسي وانه يحطه في مكانه، وهو يبقى دايما حاطط نفسه يعني الاسيستنت بتاعه، حتى لو هيقول اراء غير اراءه، لان طبعا الحياه بتتغير، يتوجها من بره بارائه، بس هو في الاخر هيعمل الصح. طيب مرهق. عظيم جدا. دلوقتي في بعض الناس ممكن يسيب والده او والدته ما يسالش فيهم او ما يسالش عنهم، ممكن يكونوا عايشين معاه في نفس البيت بالمناسبه وما يسالش عنهم. تاثير الوحده اللي بيعيش فيها الكبير في السن او اللي عنده امراض شيخوخه ايه تاثيره عليه ايه نفسيا؟ طب ممكن اقسمها لك الاول قسمين. هقول لك الاول الناس اللي بتسيب، الناس اللي بتسيبهم لوحدهم بيبقوا تعنفوا فبينتقموا هم مش عارفين. الناس التانية بتبقى مدللة فبيبقوا أنانيين ما تعودوش يدوا فبياخدوا فبيسيبوهم. تأثيرهم بقى أنا بس بعرفك ليه بيسيبوهم. تأثيرهم طبعا تأثير كارثي. أولا أنا ماليش لازمة، أنا ضحيت وما خدتش تقدير، أنا إنسان مهمش، أنا ممكن أموت لوحدي، وسيناريوهات بقى كتيرة جدا أثارها لنفسي، بيجي كانسر، بيجي اكتئاب، بيجي توحد، امراض قلب طبعا، رئه، كل لان زي ما قلت لحضرتك الضغط والقلب والرئه كل دي ليها علاقه بالعاطفه. الزهايمر عشان يرفض الواقع ان هو فيه، هو رفضه، انا مش عايز اتاكد ان ده اللي بيحصل لي انا دلوقتي بعد كل اللي عملته. طيب
طيب في ناس بيقولوا ان المسن عنيد، هل هو فعلا عنيد؟ هو المسن عنيد، هرجع تاني لاول ما اتكلمنا، المسن عنيد مش بطبعه. لو حس انك هتستقل بيه فهيعند عشان يقول لك شوفني انا موجود. شفت الطفل لما تيجي تقول له انا انت ما تعملش كذا فيبتدي يبقى عامل حركات مشاغبه عشان يقول لك شوفني، هو بالظبط كده. طيب ده عظيم جدا. دلوقتي انا عايز من حضرتك بقى ايه رسائل مباشره كده لافراد الاسره ولكبار السن. تمام، دي الكاميرا بتاعتي. اتفضلي. تمام. لافراد الاسره، الاول احنا محتاجين نعمل توعيه عن الصحه النفسيه ابتداء من سن 60، ونفهم نفسنا ونفهم ولادنا يعني ايه احنا لما بنكبر، لان احنا كمان رايحين لنفس المنطقه عادي جدا. يعني ايه احنا لما هنكبر بننزل في السن ونبتدي نشوف مراحلنا اللي احنا ما عشناهاش، وسواء طفولة أو مراهقة أو نضج إلى آخره، وابتدي أتصالح معاها عشان لما أكبر ما تعبش. ده بالنسبة لأفراد الأسرة سريعا. طب بالنسبة لكبار السن، خلينا أن احنا نتعاون ونتصالح مع كل مرحلة. مش معنى أن أنا كبرت يبقى أنا ماليش لازمة وإني مهمش وإني بركة. وعلى فكرة كلمة بركة دي هم بيضايقوا منها جدا، لأن هم بياخدوها أن أنت بركة يعني مالكش لازمة، انت موجود كده بس عشان. لا خالص، بركة البيت ده بالفعل. اي حد كان جده موجود، انا جدتي لما توفت حسيت ان البركة قلت من البيت، يعني فعلا في وجودها يمكن برضو ما بنحسش قوي هما موجودين، لكن عشان يمكن لما الفترة اللي فاتت اصل انت بركة، فاحنا عايزين نصحي معنا بركة يعني انت الخير بتاعنا، وان انت المشهور بتاعتنا. الخير بتاع مش بتاع الاسرة بس بالمناسبة، بتاع المنطقة كلها. بالظبط، بتاع الشارع كله. في الاماكن الشعبية دايما كده تلاقي الراجل الكبير في السن ليه احترامه وليه وقاره، والناس كلها بتقول يا جده. بالظبط، دي حقيقة. فاحنا بنشكركم جدا ان انتوا تعبتوا معانا واديتونا على قد ما تقدروا، وده واجب علينا الوقت ان احنا نستحملكم ونصبر عليكم، لان اللي احنا فعلا زي ما المشاهدين قالوا معاك ان احنا اللي هنعمله دلوقتي هو راجع. فدايما اقول اكنك داخل سوبر ماركت، خش اشتري وحاسب انت وشطارتك اللي هتعمله بالخير هتلاقيه ان شاء الله في كبرك انت كمان. فكل واحد بقى والشيله بتاعته. صحيح، ومش لازم بالمناسبه يكونوا كبار السن من اسرتي. بالظبط، لان ممكن حضرتك بتقابل مثلا خاله، مدير في الشغل، حد حريك في الشغل هتلاقيه، فهو بس مضطر ان هو يشتغل عشان يدخل. لازم يبقى احنا رحمين بيه، مش بقى بتشتغل فانت كبير فاحنا نجرح مشاعرك. لان المشاعر احنا اوريدي ربنا خلقنا بالفطره كائنات عاطفيه، مشاعرها اللي بتحركها، فاحنا لازم نلتمس ده كل ما الانسان بيهرم في السن. يعني حد بيقول لك الهرم، هرم يعني كبر. طيب نصيحة حضرتك بقى لكبار السن ان هم ما يستسلموش للشيخوخة؟ لا طبعا، لان انا عايز اقول دايما السن مش بالعمر، مش باللي في البطاقة. انت حاسس عندك كام سنة؟ انت لو حاسس ان انت حسب سنك عيش، ايه المشكلة انك تروح تقعد في النادي؟ في بيبقى في قعدات كده بنقعد مع بعض يلعبوا طاولة وشطرنج. ايه المشكلة ان انت تشوفي قعدات سيدات المجتمع وتتناقشوا؟ ايه ان انا انزل دار اساعد اولاد، احفظ قرآن، ادي محاضرات دعم نفسي، يبقى عندي حياة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغاية آخر نفس لو في إيدي فسيلة هزرعها، يعني عادي، يعني بلاش أعمل ثقافة إني كبرت فأنا خلاص. بالعكس، أنا كل ما بقول لنفسي كده صحتي النفسية لما بتقل بستدعي الأمراض. يعني بقول لحضرتك الضغط، اللي عنده ضغط واطي ده بيبقى عنده هزيمة واكتئاب. فأنا بستدعي المرض، لا أنا أرفض اللي بيحصل وأنطلق. حتى لو ما عندوش اللي دي مثلا زي ما حضرتك قلتي مثلا ان هو ممكن يحافظ قران، هتخيل ان هو مش حافظ قران، ممكن يروح النادي او سيدات الاعمال، ما فيش، ما تيسرش ده، ينزل يخرج. بالظبط، ينزل يتمشى في الشارع، اشوف احفادي، اخرج معاهم، اشوف مثلا ولادي مش فاضيين بيشتغلوا، اشوف اصدقائي. اظن دلوقتي السوشيال ميديا مش سايبه، اتعرف على ناس في نفس المرحله عشان نبقى متفاهمين بعض. في مجالات كتير حضرتك بتبقى محتاجه دلوقتي الخبره والقدوه. مثلا مجالي انا كان ايه، معاه لغات يدي كورسات، اليوتيوب يعمل تشانل، يعني احنا بنشوف حاجات كتير جدا. عظيم، احنا بنشكر حضرتك طبعا، شرفتينا ووقتينا وعلى اضافتك لهذا الموضوع المهم جدا واللي بيهم كل بيت، لانه كلنا بكل تاكيد بنتعامل مع كبار السن سواء موجودين عندنا في البيت او حتى زي ما قلنا في المنطقه او حتى من قرايبنا. فدي حاجه مهمه، واعتقد زي ما حضرتك تابعتي تعليقات الناس، المهم ان الناس تكون عندها وعي بهذا الامر، والاهم ان احنا ننفذ اللي احنا بنقوله حقيقي. شكرا جزيلا ليك يا فندم، شرفتينا ونورتينا. دكتوره شيماء الاسد، استشاري للعلاقات الاسريه والصحه النفسيه، الف شكر ليك. ميرسي ليك. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات.
اهلا بحضراتكم. خلال اليومين اللي فاتوا في موجه كده من تقلبات الطقس، تحديدا امبارح معظم محافظات الوجه البحري تعرضت لطقس سيء وامطار. كان في استعدادات طبعا كبيره لاجهزه المحافظات لشفط المياه والتعامل مع اي تراكمات لمياه الامطار في الشوارع، وايضا تسهيل حركه المرور. حالة من الطقس السيء شهدتها عدد من المحافظات التي تعرضت لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورفعت الأجهزة التنفيذية بكافة المحافظات حالة الطوارئ لمواجهة أي تراكمات للمياه أو حدوث أي كوارث نتيجة الرياح وموجة الطقس السيء. وتعرضت عدة مناطق بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لتساقط أمطار متوسطة وانتشار مكثف للغيوم، فيما دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيارات كسح المياه من الشوارع لرفع تجمعات مياه الأمطار. وفي كفر الشيخ تعرضت مدن البرولس وبلطيم ودسوق وقلين ومصيف بلطيم ومسير وسيدي سالم ومطوبس وكفر الشيخ لأمطار غزيرة على المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط. وفي المنوفية تم رفع درجة الاستعداد القصوى لسرعة التعامل مع مياه الأمطار ولمنع حدوث الشلل المروري، بالإضافة إلى انتشار فرق من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بمعاونة الوحدات المحلية لشفط المياه من الشوارع. وفي الغربية شهدت المحافظة موجة من الطقس السيء والأمطار في شوارع وميادين مراكز المحافظة، كما تسببت الأمطار في غرق بعض الشوارع في محافظة دمياط وتعطيل حركة السير نسبياً في المدن والقرى، وأيضاً تعطلت حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج نسبياً ثم عادت للعمل مرة أخرى. زي ما شفنا في هذا التقرير، حالة من الطقس غير المستقر، سقوط أمطار على عدد من المحافظات. خلونا نشوف تداعيات هطول الأمطار على محافظة كفر الشيخ، زي تم التعامل معاها. معانا على التليفون اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. سيادة المحافظ صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذ محمد. يا أهلا بيك. في البداية عايزين نطمن على الوضع في المحافظة، عامل إيه دلوقتي بعد موجة الأمطار؟ هو الحقيقة إحنا دايما بنتعرض في الشتاء لموجات متعددة من الطقس ترتفع من متوسط إلى غزير، وخصوصا المراكز الساحلية عندنا. عندنا مراكز على 120 كيلو على البحر الابيض المتوسط زي البرولوس والبلطيم ومطوبس وخلافه، ايضا المراكز التاليه لحد منتصف محافظه كفر الشيخ في مدينه كفر الشيخ. الحقيقه الامطار السنه دي الجو بالرغم من تاخر الشتاء الا انه جاي الموجة طقس قوية بتخلي الأمطار تتساقط من ساعتين لأربعة وتصل إلى ست ساعات، وده بيحمل الأجهزة التنفيذية عبء عودة الحياة لطبيعتها بأسرع ما يكون بالتنسيق مع كل الجهات. يعني أجهزة المحافظة تبقى موجودة لكسح المياه وشفطها أول ما الأمطار تتواصل متوسطة لأكثر من 7 لـ10 دقايق، كله بيتواجد في المواقع النقط السوداء اللي احنا عارفين انها تجمع فيها المية. ايضا بيتشارك معنا شركة المية في سحب باجهزتها برضو سحب المياه وتخفيض المناسيب اللي موجودة في الصرف الصحي لاستيعاب المية عبر الشفاطات او عبر مواقع سحب الامطار اللي موجودة شبكات الصرف. ايضا الاجهزه الكهرباء بتنزل عشان تعمل اي اعمده اناره قد تتعرض من سرعه الرياح وخلافه لسقوط او ضرر، وبيتم تخفيض بعض الاماكن اللي متعرضه لاضرار شديده من قوه الاناره في الشوارع العامه وليس الاناره السكنيه. مفهوم. ايضا الري بيتعاون معنا بيخفض المناسيب لسحب اي تجمعات من الميه. هي كل بيتشارك، حتى اجهزه وزاره الداخليه بتنزل معانا مديريه امن كفر الشيخ الحقيقه عربيات الدفاع المدني تقوم بسحب المياه. ايضا المجتمع المدني اللي عنده اداه او اله لسحب المياه بيتشارك لوحده بدون حتى دعوه ليه، الا ان احنا الحقيقه المجهود العام الحمد لله حتى الان ما بنحاول ان احنا نعيد الحياه لطبيعتها في خلال الساعات التاليه على طول،
بحيث ان المواطن يقدر يمارس حياته الطبيعيه ويتوجهوا لمدارسه او كده. والا ان بعض المواقع اللي بتبقى متطلبه قد معطل الدراسه بالتنسيق مع عمليات الاجهزه الاخرى او المحافظات المجاوره او عمليات وزاره التربيه المحليه. ايضا الميناء الصيد عندنا قد ترتفع سرعه الرياح وارتفاع الامطار، وده بيخلينا برضو نرجي فتح الميناء او غلقه لفترات محدده لحين انتهاء الموجه الصيفيه. الحمد لله بصفه عامه الاجواء حتى الان جيده، اتمنى ان احنا نستمر كده طول الشتاء باذن الله ان شاء الله. طيب احنا عندنا غرفه عمليات في المحافظه يا فندم. غرفه عمليات المحافظه متواصله مع غرف عمليات كل المراكز وايضا المحافظات المجاوره وايضا عمليات التنميه المحليه ومجلس الوزراء، كل الجهات بتبقى متشاركه في نقل المعلومه، والتنسيق الاساسي بيبقى كمان مع هيئه الارصاد لان هي اللي بتحدد لنا عبر الساعات القادمه ايه الاتجاهات او مراكز ايه اللي بتتعرض لامطار اكثر. لكن احنا عارفين ان المراكز التحليه اللي عندنا بتبقى متعرضه بصوره قويه لسرعه رياح او امطار غزيره او مفهوم. طيب هل في شكاوى من المواطنين وازاي بيتم التعامل معها؟ هو اي شكاوى بتعرض لغرف العمليات سواء سقوط بقى اشجار او اعمده عماره او تعرض او تضرر لاي موقع بتنتقل الاجهزه على طول، وبيتم اختيار الجهاز المعني سواء الكهرباء سواء شركه المياه سواء الاجهزه التنفيذيه عندنا وتنتقل، ولا قدر الله لو حصل اصابه او حاجه بيتم التواصل مع غرفه عمليات الصحه او الاسعاف، تم الانتقال والتعامل مع الحاله، وباذن الله الحمد لله ما يعني حتى الان ما فيش تضرر على هذا النحو. عظيم. طيب اذا من كلام حضرتك محافظ كفر الشيخ من المحافظات المطيره، هل تغيرت الاماكن اللي فيها المطر السنه دي؟ هو الاماكن المعتاده لسقوط الامطار او تجمعاتها مرصوده عبر السنوات السابقه، لكن هو شده الرياح مع سقوط غزاره الامطار واستمرارها لعده ساعات بيعمل عبء طبعا على اجهزه التنفيذيه وعلى الحكم وعلى اجهزه خدمات المعاونه زي شركه المياه او اجهزه الكهرباء، لكن الحمد لله كل بيتعاون بحيث انه اهم حاجه عوده الحياه طبيعتها وشفط الامطار، لانه حضرتك عارف ان بعض الطرق الترابيه في القرى سقوط الامطار عليها بالغزاره بيحول الارض الى طريق غير صالح، فبيتم التعامل بصوره قويه منعا لتعطل الاعمال او التوجه لمواقع مدارس او مستشفيات او كده. طيب عظيم. طبعا محافظه كفر الشيخ محافظه زراعيه وكمان بتشتهر بالصيد، هل في اي نصايح او اي دعم بيقدم للمزارعين او الصيادين؟ هو بالنسبه للصيادين التوجه بيبقى من ميناء الصيد اللي منسق مع غرفه العمليات في المحافظه وهيئه الارصاد، وهو بيتم منع الصيد في حاله ارتفاع سرعه الرياح او الامواج، وبالتالي الصيادين بيبقى مقدرين ان احنا بنمنع الخروج بتاع المراكب نظرا لان حاله البحر غير حفاظا على حياتهم طبعا. طبعا حفاظا على حياتهم، واول ما بترجع الحياه لطبيعتها بيتم السماح بالخروج. ايضا المزارعين الحقيقه دي توجه من مديريه الري او الزراعه في التعامل المباشر مع الاماكن اللي بتتعرض لاي تضرر، لكن الاغلب ان احنا بيتم توجيه المياه المتجمعه الى المجاري المائيه اللي موجوده اقرب مجرى مائي بحيث انه يبقى الري برضه بيتعامل مع خفض المناسيب في الاتجاه اللي بيتعرض لتضرر. عظيم. كل الشكر ليك يا فندم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب هنروح مع حضراتكم لموضوع اخر. النيابات العامه على مستوى الجمهوريه الغت العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقيه، وبدات في قيد وحصر القضايا الكترونيا من خلال منظومه العداله الجنائيه الرقميه، وكمان منظومه التنفيذ الالكتروني
خلونا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور مصطفى السعداوي استاذ القانون الجنائي. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. يا اهلا بحضرتك. في البدايه عايزين نعرف الناس ايه اهميه العمل بالنظام الالكتروني في النيابات بدل طبعا للجداول والدفاتر الورقيه بالنيابه العامه. هو طبعا لا يمكن انكار جديه هذه الخطوه في وضع حلول جذريه لبعض الاشكاليات العمليه التي تواجه المتقاضين في مصر او تواجه جمهور الشعب المصري على اطلاقه. تسعى النيابه العامه والسيد المستشار النائب العام لتذليلها من خلال رقمنه عمل النيابه العامه. اخص هذه الاشكاليات التشابه في الاسماء. الرقمنه بتؤدي بطبيعه الحال الى وضع حد لهذه الاشكاليه ومساعده جهات التنفيذ في المبادره الى تنفيذ الاحكام والحد. دي مهمه جدا كمان يا دكتور، هتساعد الناس اللي بتسافر. في بعض الناس تيجي تسافر فيلاقي مثلا يوقفوه في المطار ويقولوا في عليك حكم مثلا، فنقعد نثبت بقى ان ده تشابه في الاسماء مش هو نفس الشخص. ده حقيقي يا فندم، ده حقيقي. ولذلك سعى السيد النائب العام من خلال بروتوكولات التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تفعيل هذه الخدمة التي تأتي تاليا لتطور كبير شهده المتقاضين من خلال رقمنة عمل النيابة العامة، من خلال يمكن الآن تقديم بلاغ إلكتروني عن طريق النيابة العامة سواء من داخل مصر أو من خارج مصر. تأتي خطوة إلغاء الجداول الورقية لوضع حد لظاهرة التشابه في الأسماء اللي بتسبب إشكالية الناس كتير. طيب لو هنتكلم عن منظومة العدالة الجنائية الرقمية اللي حضرتك تكلمنا عنها، ومين هو المستفيد منها كمان؟ العدالة الرقمية هي خطوة سعت مصر في إطار تقديم خدمة قضائية متميزة إلى تطبيقها من فترة. شهدت على ذلك المحاكم المتخصصة وخاصة ذلك المحاكم الاقتصادية. النيابة العامة قدمت مثال في المنطقة العربية وكان لها السبق مع بعض الدول في رقمنة عمل النيابة العامة من خلال تقديم بلاغات. الأخص من كده النيابة العامة الآن يستطيع المواطن في سبيل التسهيل الاستعلام من خلال المواقع الإلكترونية عن المخالفات المرورية. الأهم النيابة العامة بمجرد قيد المخالفة بتخطر بها إلكترونيا عن طريق تطبيق الواتس أب أو برسالة على الهاتف المخالف: انت حققت مخالفة، والدليل القائم عليها الصور التي تؤكد هذه المخالفة، بل انها اتاحت للمخالف اذا كان في عدم اطمئنان لان هذه المخالفة ليست صادرة من ان يتظلم منها الكترونيا ويفصل فيها الكترونيا ويخطر بنتيجتها بالقبول او التأييد. عظيم. طيب بالقياس بقى، هل ممكن مثلا لو حد عنده قضية وبتنظر في القضاء أو صدر حكم أو كده يقدر يعرف هذا الحكم إلكترونيا؟ كان من سبل التكامل اللي كان يجب على النيابة العامة تقديمها تحت هذه الخدمة، وبالتالي هي أمر أتاحته النيابة العامة بالاستعلام من خلال برنامج العدالة الرقمية عن القضايا المتداولة. ده الأهم إنها قدمت خدمة للسادة المتعاملين في مرفق القضاء وأخصهم المحامين، إنهم يستطيعوا أن يستعلموا عن القضايا وما تم التصرف فيها. المتقاضين يستطيعوا أن يتعاملوا في القضايا والتصرف فيها، بل إن النيابة العامة دلوقتي أجازت من خلال برنامج العدالة الرقمية تقديم الالتماسات والتظلمات والفصل فيها واختار الملتمس او المتظلم الكترونيا في سبيل التسهيل وتوفير اجراءات او نفقات التقاضي الورقي وما تكبده من تكلفه اقتصاديه. هيكون في كمان توفير مادي. طبعا يا فندم،
وفرت كتير. وعايز اقول لحضرتك ان هذه الخطوه لن تكون الاخيره في سبيل تطوير منظومه العداله في مصر، لانها خطوات متلاحقه، والنائب العام ورجال النيابه العامه بيطوروا دايما من عمل النيابه العامه وبيشوفوا ماذا بعد. السؤال الذي يطرحه النائب العام دائما في مصر، ماذا بعد؟ لن ننتهي هنا، ماذا بعد؟ عظيم. التطوير التالي فدم. ولذلك سوف تشهد الفتره القادمه وما تتلوها تطوير يحس به المواطن المصري. وزي ما تفضلت حضرتك في بدايه الحديث، ان الغاء الجداول الورقيه والتنفيذ سيضع حد لاشكاليه التشابه في الاسماء. عظيم. دكتور، مما لا يخفى على احد انه القضايا او في بعض القضايا المنظوره في القضاء بتاخد وقت طويل جدا، هل هذه الخطوه اي انعكاسات على سرعه انجاز هذه القضايا؟ حقيقي يا فندم، يعني عايز اقول لحضرتك لان الامر لن يتوقف عن قيد او القضايا الالكترونيا. هناك برنامج العداله الرقميه اللي بيجعل ويبسط رقابه النائب العام على التحقيقات فور اجراءها. تحقيق بيجرى في اسوان ويتابعه النائب العام من القاهره الام لحظه اجراءه، ويبادر باصدار تعليماته باعتباره الرئيس المباشر للنيابه العامه بسرعه انجاز القضايا وسرعه تحقيق القضايا. بيستطيع القاضي انه يستعلم لو هناك شبهه ان المتهم له قضايا اخرى زي الظروف المشدده العود وي 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 يقدر يستعلم. وكان في السابق بيستعلم ازاي يا فندم؟ مكاتبات ورقيه فندم، من خلال الشهادات اللي بتصدر. وممكن اجل قضيه شهر شهرين ثلاثه عشان يجيني استعلام. ممكن حضرتك واحد مسافر في مطار القاهره الاسم قد يوصل لدرجة الاسم خماسي متشابه، طب القائم على التنفيذ هيعمل ايه؟ هو في اشكالية دلوقتي، الراجل بيقول له مش انا ويقول له لا ده اسمك خماسي، لكن من خلال البرنامج الذي اتبحته النيابة العامة اللي بيوضح فيه اسم الاب واسم الام والرقم القومي، ويستطيع ان يتأكد من البيانات حتى يخلي مسؤولياته عن هل القائم المسؤول امامه هو الصادر ضد الحكم ولا لا. طيب عظيم. دكتور مصطفى، امتى بقى نشوف كل القضايا المنظوره امام القضاء الالكتروني؟ التقاضي الالكتروني وخاصه في المواد الجنائيه يحتاج الى بعض التعديلات التشريعيه، لان الدوله المصريه ذهبت مسرعه الى هذا المجال. التقاضي الالكتروني باعتبار انه يخفف من نفقات التقاضي احيانا، واحيانا اخرى يحقق فعاليه الاسراع في التقاضي وليس التسرع في القضاء في التقاضي. عظيم. نحن بننبه ان هناك فرق بين طبعا بكل تاكيد التقاضي وفرق بين التسرع في التقاضي. المبدا يحقق الاسراع في التقاضي، هذا المبدا الذي تحرص منظومة العدالة المصرية على تطبيقه، يحتاج إلى مزيد من الوقت لتعميمه فيما يتعلق بالتقاضي الإلكتروني بكل تأكيد. عموماً، لأنه بيحتاج لتنظيم صحيح. فيما يتعلق في الدعوة الجنائية، وإن كنا بنطبقه في مراحل زي السابقة على الدعوة، السابقة على بدء إجراءات المحاكمة زي إيه؟ زي تجديد حبس المتهم، زي النهارده المتهم يستطيع ان يعارض في الحكم الصادر ضده او يستأنف فيه في مكان غير المكان الصادر فيه. عظيم جدا، ودي من ضمن الحاجات اللي سهلته هذه الخطوه، انه قريبا كمان هنجد ان كل القضايا المنظوره في مصر الكترونيه. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مصطفى السعداوي استاذ القانون الجنائي، شكرا جزيلا لحضرتك. دلوقتي معاد موجز لاهم الاخبار مع لمي. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع لمتابعة الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء بأن تهدف جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يشمل مدنها وقراها. كما وجه الرئيس السيسي بدعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضري على حساب ما كان قائما من غياب التخطيط، مع تدعيم تلك الجهود بالدراسات الاجتماعية والإنسانية المعمقة واللازمة. وقال متحدث الرئاسة أن الاجتماع شهد استعراض المخطط الاستراتيجي العام لتنمية شمال سيناء باشتراك جميع وزارات وهيئات الدولة، إلى جانب عرض المحددات الرئيسية في هذا الصدد. كما تم استعراض نتائج التجارب السابقة للدولة لتطوير سيناء، فضلا عن الإجراءات والجهود التي تم اتخاذها لتطهير سيناء من الإرهاب. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة عدد المستشفيات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى الإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الحي الدبلوماسي على نحو متكامل مع الأحياء الأخرى بالعاصمة الإدارية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين. وصرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. كما اطلع الرئيس السيسي على مستجدات تطوير منطقة المقطم، خاصة ما يتعلق بحصر قطع الأراضي الفضاء لحسن استغلالها، إلى جانب إنشاء مجمع أسواق المقطم وكذلك تطوير الكورنيش ورفع كفاءة المرافق وشبكة الصرف الصحي. أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تأسف على مقتل عدد من العسكريين الروس بضربة صاروخية نفذها الجيش الأوكراني ليلة رأس السنة. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إنه ليس هناك أي تحسر من جانب الإدارة الأمريكية، مضيفا أن الأوكرانيين تعرضوا للغزو وهم يقاومون ويدافعون عن أنفسهم، مشيرا إلى أن العسكريين الروس الموجودين على أراضي أوكرانية هم هدف مشروع لأي عمل عسكري تقوم به أوكرانيا. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو عن إطلاق مبادرة بقيمة 15.5 مليون دولار لتجنب خطر أزمة غذاء في أوكرانيا. وأكدت المنظمة أن المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة في أوكرانيا بحاجة ماسة إلى مزيد من الدعم لتجنب أزمة الغذاء، مضيفة أن المبادرة سيقوم بتمويلها الاتحاد الأوروبي، حيث سيساعد المشروع في الحفاظ على الإنتاج الزراعي بأوكرانيا بعد أن أجبرت العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي العديد من المنتجين الريفيين على تقليص أنشطتهم أو التخلي عنها وسط تدمير المحاصيل والمعدات الزراعية وتعطيل سلاسل الإمداد. انتقدت منظمة الصحة العالمية تعريف الصين الجديد للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، مؤكدة أن الإحصائيات لا تنسجم مع عودة انتشار الوباء في البلاد، ومجددة تأييدها لإجراء فحوصات على المسافرين القادمين من الصين. وقال المسؤول عن إدارة حالة الطوارئ الصحية لدى منظمة الصحة العالمية مايكل راين إنه يعتقد أن الأرقام الحالية التي تنشرها الصين لا تعكس حقيقة تأثير المرض فيما يتعلق بالاستشفاء ودخول العناية المركزة وخاصة الوفيات. عززت الجزائر موقعها كثاني أكبر مورد للغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا متفوقة على روسيا. وبحسب منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوبك، تراجعت الطلبات على الغاز الروسي المتدفق عبر أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي بمعدل 10%، ليصل إجمالي الطلبات إلى 38.9 مليون متر مكعب يوميا بدلا من 42.3 مليون متر مكعب يوميا. وأشارت أوبك إلى أنه مع انخفاض الإمدادات الروسية عززت الجزائر موقعها بصفتها ثاني أكبر مورد للغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بمعدل 75 مليون متر مكعب يوميا. ورياضيا، يستضيف الزمالك اليوم فريق الداخلية على استاد القاهرة الدولي في الجولة 12 من الدوري الممتاز، وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها يحل الأهلي ضيفا على إنبي على استاد المقاولون العرب.
مشاهدينا نهاية موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. ازاي نتعامل مع كبار السن وايه الطريقه اللي نقدر بيها نحتوي عصبيتهم؟ ده سؤال حلقتنا الموجوده على صفحاتنا المختلفه على السوشيال ميديا. دلوقتي ناخد مجموعه من التعليقات اللي جات لنا. في يحيى بيقول بصبح عليكم من اسكندريه، بصراحه افضل طريقه هي مساعده الناس. كمان في ابو يوسف محمد بيقول ارعاهم واخلي بالي منهم. في كريم غريب بيقول كلمه حاضر كتير، يعني عود نفسك دايما وانت بتتكلم معاهم على كلمه حاضر. تمام. في كمان من ضمن التعليقات جمال مختار بيقول التعامل معهم بالإحسان والرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، وصباح الخير يا مصر، صباحك فل يا أستاذ جمال. أحمد شاهين بيقول صباح الخير يا شاذلي، فعلا كل الكلام اللي انت قلته صح، مفيش كلام نقدر نقوله، ربنا يبارك فيك. متشكر جدا يا أحمد، وده احنا بنتكلم مع بعض، بندردش مع بعض، بنتبادل الخبرات، بنفكر بعض. بالمناسبة اي حد دلوقتي ممكن يكون بيسمعنا في بيته، في حياته، حد من كبار السن كان مقصر معاه لسبب او لاخر خلال الفتره اللي فاتت، يقدر دلوقتي ان هو يغير من طريقه التعامل معاه لما سمع وسمع كلام طبعا ضيفتنا اللي كانت بتتكلم في هذا الموضوع عن ضروره التعامل مع كبار السن بمنتهى الاحترام، ونراعي ان هم بيبقوا حساسين جدا في كتير من المواقف. في كمان باسم بيقول صباح الخير عليكم، افضل طريقه انك تكون عندك طوله بال وتسمع لهم وتاخد رايهم حتى لو كان رايهم غير مناسب ليك، بس يكفي انك تحتويهم وتسمع لهم ودايما خليهم هم اللي صح في نظرهم. تمام. في كمان تعليق عبير بتقول صباح الخير عليكم وربنا يجعلها سنه سعيده، اللهم امين يا استاذ عبير، صباحك زي الفل. علي العميري بيقول نتعامل معاهم بكل الحب والطيبه والحنيه، وعلى راي المثل اولنا صغار واخرنا صغار، طبعا احنا مسرنا نكبر ولازم نداديهم قدر المستطاع لان الحياه سلف ودين. اللهم احسن ختامنا جميعا، اللهم امين. دي كانت مجموعه من التعليقات، بكل تاكيد في انتظار تعليقات حضراتكم ومشاركتكم على سؤال حلقتنا ازاي نتعامل مع كبار السن. لكن دلوقتي خلونا نروح للاميه ونتعرف منها على اهم اخبار الرياضه المحليه والعالميه. اتفضلي يا لاميه. بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم، وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. إعجاز ما يقدمه هو إعجاز. والحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية أعلن على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر على الاستعداد الكامل لخوض منافسات البطولة على الأراضي المغربية في شهر فبراير اللي جاي. ونشر الحساب الرسمي لمونديال الأندية على تويتر صورة لفريق النادي الأهلي وعلق عليها وقال نراكم بعد أقل من شهر في المملكة المغربية. أثبتت الأشعة اللي عملها كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي إصابته بقطع في الرباط الصليبي، رغم أن الفحوصات الأولية أثبتت إصابته بجزع في أربطة الركبة. المسؤولين في نادي المصري البورسعيدي دخلوا في مفاوضات جادة مع المسؤولين في نادي الزمالك لاستعارة عبدالله جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية. تأهل برشلونة الإسباني لدور 16 من كأس ملك إسبانيا بعد فوزه على فريق إنتر سيتي من الدرجة الثالثة بنتيجة 4-3 بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية واستمرار التعادل بنتيجة 3-3. برشلونة الإسباني جاله تأكيد من المحكمة الرياضية بعقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات على النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وبالتالي هيغيب عن قيادة هجوم الفريق الكتالوني في المباريات الثلاثة اللي جاية في الدوري الإسباني، واللي هتكون قدام أتلتيكو مدريد وختافي وجيرونا. فريق انتر ميلان حقق الفوز على فريق نابولي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإيطالي. وبكده الانتر رفع رصيده للنقطة 33 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ولسه نابولي في الصدارة برصيد 41 نقطة.
فريق ميلان فاز على فريق سالرنتانا بنتيجة 2-1 في المباراة اللي اتلعبت امبارح في افتتاح مباريات الجولة 16 من بطولة الدوري الإيطالي. بالنتيجة دي ميلان في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، وسالرنتانا في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة. وحقق توتنهام الفوز على فريق كريستال بالاس بنتيجة 4-0 في اللقاء اللي جمعهم امبارح ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي. جت أهداف توتنهام الأربعة في الشوط الثاني من المباراة عن طريق هاري كين اللي حقق هدفين، ومات دي هورتي وسون كمان في الدقائق 48 و53 و68 و72 من المباراة. الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول تم اختاره من الجهاز الطبي في الريدز بغياب المدافع فان دايك عن المباراة، وولفرهامبتون في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي واللي هتتلعب يوم السبت اللي جاي، وهيغيب فان دايك لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة اللي تعرض لها في مباراة برينتفورد الأخيرة في الدوري الإنجليزي. المدرب الهولندي إيريك تينهاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أكد أن فريقه لا يمكن اعتباره من المنافسين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن ثقته في التشكيلة تعززت بعد الفوز على بورنموث أول امبارح، وقال مدرب اليونايتد أمامنا عمل كبير وما زلنا في يناير ولم نصل بعد لمنتصف الموسم، المباراة المقبلة جاءت سريعا أمام إيفرتون، لذلك سنستمتع لمدة 24 ساعة قبل التركيز في المعركة اللي جاية. النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تلقى التهاني والمباركات من زمايله في باريس سان جيرمان بعد عودته امبارح لأول مرة بعد فوزه بلقب كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده الأرجنتين، وحظى ميسي باستقبال قوي وانهالت عليه التهاني وتعمل له ممر شرفي أول ما وصل لمقر تدريبات النادي قبل المشاركة في التدريبات. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر مع شاذل. شكرا ليك يا لمي. امبارح وزارة التموين أعلنت عن افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان في 5 محافظات، وكمان لسه تستكمل باقي المعارض عشان يكون الحد الأدنى في كل محافظة 5 معارض. كمان هتكون نسب التخفيضات في هذه المعارض تصل لبعض السلع طبعا لـ30%. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المعارض من الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور يا فندم، صباح الخير على مصر. يا اهلا بيك. كل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيبة وبخير دايما. عايزين نعرف البداية عدد هذه المعارض اللي تم افتتاحها والمستهدف وصولهم لكم معرض الفترة اللي جاية. سيادتك عارف ان محافظة الشرقية من المحافظات الكبيرة اللي بتضم 19 مركز. طبعا احنا بنفتح كل مركز فيه معرض ثابت. طبعا بجانب ان في بعض المراكز بيتفتح فيها اكتر من معرض بجانب الهايبرات. اللي بتشترك معنا في معارض أهل رمضان. الزقازيق فيها معرض شغال حاليا، الإبراهيمية عندي فيها شغال حاليا، فيها بعض المراكز اتفتح فعلا وشغال. طبعا في الزقازيق عشان مدينة كبيرة برضو بنفتح فيها أكتر من معرض في أكتر من مكان عشان المواطن يقدر يوصل لاحتياجاته من خلال المعارض، وبيبقى عليها إقبال طبعا الناس متعودة عليها كل سنة. كل سنة وحضراتكم طيبين. يمكن محافظة الشرقية من المحافظات اللي بدأت بدري شوية، احنا شغالين من شهر عشرة في إعداد المعرض وتشغيله فعلا، وكان شغال فعلا وما زال شغال، وطبعا بيعرض فيه كل السلع الغذائية الاحتياجات المواطن اللي بيلاقيها كل يوم. عظيم. الاحتياج. طيب نفهم من كده ان احنا عندنا 19 مركز فهيكون فيه 19 معرض، ده حد ان شاء أدنى. الله ده بحد ادنى، ده حد ادنى. ده بالاضافه الى الهايبر ماركت. الهايبرات بتشترك معانا في اماكنها، بعض الهايبرات بيشتركوا معانا في اماكنهم، يعني بيعلنوا عن التخفيضات للسلع بتاعتهم في اماكنهم. بيبقوا كاتبين بيبقوا كاتبين في الهايبر ماركت ده، كاتبين جوه كده ان ده معرض اهلا رمضان، وبيحطوا لنا السعر قبل التخفيض والسعر بعد التخفيض علشان المواطن يعرف هل فعلا في تخفيض ولا لا. طيب عظيم. ازاي بنقدر نوصل لان احنا نجيب تخفيض على هذه السلع؟
بنجيب ازاي؟ احنا دلوقتي ما بنعمل معرض اهلا رمضان، الغرفه التجاريه بتساعدنا في انها بتقوم، والمحافظه المحافظه بتوفر المكان، الغرفه بتعمل لنا تجهيزه. فالعارض ما بيحتاجش ما بيتكفلش ان هو يدفع فلوس ماديه انه يعرض بضاعته في المكان ده، بجانب الاقبال الشديد على منتجه من خلال المعارض، فده بيديله بيسمح لنا بهامش ربح بنوفره للمواطن. عظيم جدا. انتوا بتوفروا له المكان اللي هيعرض فيه السلع بتاعته او المنتج بتاعه، المكان والتجهيزات، يعني المكان بكهربته بكل احتياجات المكان. العرض ما بيكلفش فيها حاجه، وبنقصر الحلقات كمان بقى، بنتعامل اكيد مع شركات كبرى ومصانع كبرى، فبنقصر الحلقات شويه. حضرتك بالظبط كده، بجانب ده نسبه المبيعات في المعارض بتبقى مبيعات كبيره جدا، لان كله بيروح على التخفيض. طبعا واحنا بنحاول نوفر مكان في يكون ملتقى للمواطنين، يعني بنحاول نختار مكان مميز بحيث ان الناس كلها تبقى عارفاه او بيروحوا بسهوله. عظيم. ده بيخلي فيه اقبال شديد على المعرض وعلى الشرف من المعارض. كنت لسه اسال حضرتك على الاماكن، ازاي بتختاروا المكان اللي هتعملوا فيه معرض؟ هل المكان يكون قريب من مواصلات مثلا؟ هل لما بنشوف مركز مثلا فيه كثافه سكانيه عاليه، فهل بنكتر عدد المعارض الموجوده في هذا المركز عشان تقدر تقدم خدمات لكل الناس؟ في مراكز عندي برضه عاليه غير الزقازيق، بنعمل فيها اكتر من مكان للمعارض، وزي ما حضرتك قلت كده ان احنا بنحاول نختار المكان المناسب او اللي المواطن متواجد فيه باستمرار علشان يقدر يشوف ويعرف ويشتري ويقارن. عظيم جدا. الاماكن بتاعت المعارض دي ثابته مش متنقله؟ لا المعرض بيبقى ثابت مكانه ثابت. طب هل عندنا حاجه اسمها سيارات متنقله؟ السيارات المتنقله غير المعارض، السيارات المتنقله دي اللي بتقدر تروح اي مكان تبع، يعني المكان اللي بيبقى محتاجين فيه عربية تنزل ببضاعة في المكان دون، بتقدر العربية تروح محملة بالبضايع المطلوبة وبتبيع في المكان دون، وبتتمركز في المكان اللي احنا بنطلبها منه. وكل يوم في مكان بحسب ما بحسب الاحتياج او مكانها تبع الاحتياج، يعني المنطقة دي محتاجة النهاردة، المنطقة التانية محتاجة بكرة وهكذا. انا عندي 20 عربية سيارة متنقلة في محافظة الشرقية، ده بجانب ان فعلا ما بنحتاج سيارات دعم من عن طريق الوزارة لمنتجات زيادة، الوزارة بتبعت لنا سيارات اللي هي بتبقى كبيرة بقى، بتبقى محملة بكل لحوم أسماك خضار، بتبقى مواد جافة اللي هي غذائية جافة، بتبقى محملة بكل البضاعة اللي احنا بنطلبها. عظيم. أستاذة فايزة، احنا لما بننزل أي سوبر ماركت بنلاقي السلع متوفرة، لكن خلال الفترة اللي فاتت بنلاقي بعض الهايبر ماركتس كبيرة بتحط كده إرشادات أو ورق بيقول إيه، إن كل مواطن ياخد قطعة واحدة أو قطعتين، مفيش داعي للتخزين، مفيش داعي للناس تتكالب على شراء السلع والتخزين عندها في البيت. هل بنتبع نفس السياسة في المعارض بتاعتنا بحيث إن احنا نقدر نفيد كل المواطنين في المنطقة؟ ده حقيقي، احنا في عندنا تعليمات، احنا بنقول لهم ما تدي، يعني ما مش مواطن هياخد كل الكمية، مواطن تاني يجي يسأل على الحاجة ما يلاقيهاش. احنا بنقول كل مواطن ياخد احتياجه، وهي موجودة كل يوم. أول ما تخلص احتياجك تعالى خد تاني وتالت ورابع، علشان لان حته ان الاقبال الشديد على الشراء وان اشتري كميات بدون احتياج هو ده اللي بيعمل ازمات. صحيح. طيب، لكن انا لما اشتري احتياجي ولما يخلص احتياجي ده بكره ولا بعده اروح الاقي الحاجه موجوده، دي حاجه كويسه للمواطن، وللاسعار بتثبت شويه. لكن لما بيبقى في اقبال شديد بتبص تلاقي السوق بيغلى، بيعلى السعر، بيعلى. صحيح، لان السلع مش موجود، السلع بتختفي وهكذا. طيب، نسب الخصم دي هل هي ثابته على كل السلع؟ لا مش ثابته طبعا على كل السلع، نسب الخصم بتتراوح من سلع لاخرى. عظيم. من سلع لسلع، لكنها بتصل في النهايه ل 30% على بعض السلع. انا عندي مثلا، عندي السكر في تخفيض، عندي الرز بنبيعه ب 15 جنيه، الحمد لله رز جميل جدا معبق،
عندنا في عندي سكر في الشركه العامه ب 10. معلش بس واحنا بنتكلم عن الرز يا استاذه فايزه، راي الناس ايه في الرز؟ مبسوطين جدا الحمد لله، احنا محافظه الشرقيه من المحافظات المنتجه للرز، احنا بنودي المحافظات الاخرى اللي مش منتجه كمان، الحمد لله في اقبال على رز الشرقيه من اجود انواع الارز الموجوده، الرز الشرقيه بشهاده الناس والله والمواطنين هم اللي بيشهدوا بالكلام ده. طيب ايه تاني من السلع موجوده في هذه المعارض؟ عندي لحوم، عندي لحم موجود ب 140 جنيه سوداني، عندي لحوم بلديه، عندي لحوم مجمدة، عندي زيت، طبعا الزيت أسعاره بتتراوح من نوع لنوع، عندنا دقيق لكن عليه تخفيضات برضو. أعتقد أن كل المنتجات موجودة، مش أعتقد يعني هي فعلا موجودة. طيب عظيم جدا. على الجانب الآخر عايزين نشوف بقى، أنا عايز أقول كمان في أسماك، في أسماك كمان متوفرة كل يوم، هي واللحوم والحاجات دي كلها موجودة، والدواجن كل موجود كمان الحمد لله في معرض موجود. طيب عظيم. على الجانب الآخر عايزين نطمن بقى على حملات للتموين لمتابعة السوق بشكل عام، طبعاً في حد محتكر سلعة، لو في حد بيبيع سلعة بأغلى من ثمنها، مستمرة شغالين عليها. طبعا كان في عندنا مهلة لبعض للمحلات التجارية أو البقالين أو الكشات اللي مش معلق قائمة أسعار، يعلق قائمة أسعار. طبعا اديناهم فرصة 15 يوم، بعد كده احنا دلوقتي شغالين بنمر على المحلات دي، هل انت معلق ولا لا، هل متجاوز السعر ولا لا، في مخالفات ولا لا. وطبعا كان في تكليف من معالي الوزير ان احنا نعمل لجان مشكلة او حملات مشكلة من التموين وجهاز حماية المستهلك وبحث التموين وسلامة الغذاء. طبعا وفي بعض الحملات بنشترك معنا طبعا الطب البيطري علشان اللحوم والاسماك ومدى صلاحيتها، بنشترك معنا الصحه علشان برضو صلاحيه بعض الاغذيه. شغالين ان شاء الله. طيب معلش عايز ارجع بس النقطه اخيره كده في المعارض، في بعض الناس بتشكك في صحه المنتجات الموجوده في هذه المعارض. لا ما دي متابعه يوميه. تمام. المعرض يمكن احنا مخصصه لكل معرض مفتش تمويني علشان يشوف الموضوع ده، يتابع المعرض، يتابع السلعه اللي بتقل فيه، بيتابع بتتعاملوا ازاي. طيب لو في سلعه قلت مثلا بتتعاملوا ازاي؟ بنطلب دعم وبنتيجي. يعني انا مثلا اتصلوا بيا اول امبارح قالوا لي الرز بدا يخلص، كان الرز عندهم في نفس اليوم امبارح. عظيم. نتأكد من ان الكميات هي نفس الكميات اللي موجوده بره، بنتاكد من الجوده، الانتاج يكون حديث، كل الكلام ده طبيعي، والاسعار، وعشان نتاكد ان السعر مستمر معاه ما تجاوزهوش او بعد شويه غلى او كده، يعني لازم يلتزم بالجوده. عظيم. والاسعار. كل الشكر ليك يا فندم الاستاذه فايزه عبد الرحمن. شكرا يا فندم، كل سنه وحضراتكم طيبين. حضرتك طيبه وبخير دايما، وكيل وزاره التموين بالشرقيه، شكرا جزيلا لحضرتك. دلوقتي مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات. دايما فصل الشتاء بيكون من اكتر فصول السنه اللي بتنتشر فيه الانفلونزا ودور البرد، ده بيخلي بعض الناس تفتكر ان هم مصابين بكورونا. عشان كده وزاره الصحه اكدت امبارح ان الوضع الوبائي في مصر مستقر، مفيش اي فيروسات جديده منتشره، وكمان تطعيمات كورونا موجوده وبالمجان في المراكز الصحيه. خلونا نعرف تفاصيل اكتر معانا عبر الهاتف دكتور مصطفى محمدي استشاري البطنه والخبير في الامصال واللقاحات. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا استاذ محمد، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. يا اهلا بيك يا فندم. في البدايه عايزين نطمن على الوضع الوبائي في مصر. والله يا استاذ محمد الوضع الوبائي في مصر مطمئن الى درجه كبيره جدا، ومفيش ما يدعو لاي قلق، وان الوضع الصحي دلوقتي بيتواكب مع الفصل اللي احنا فيه من السنه اللي هو فصل الشتاء. اذا كان في زياده في حالات ادوار البرد او ادوار الانفلونزا مع وجود الوباء العالمي اللي هو الكوفيد، مع وجود يعني الحاجات العادية، ما فيش عندنا إن شاء الله حاجة بره النطاق المتوقع أو النطاق المعروف أو المتعارف عليه في مثل هذا الوقت من السنة. عظيم. لكنه دايما يا دكتور مع تشابه الأعراض ما بين
كورونا وادوار البرد والانفلونزا، الناس دايما بتتخيل ان هم عندهم كورونا، وكورونا دايما بيفاجئنا كل فتره باعراض جديده، يعني احنا كنا متعودين منه على كده لدرجه انه بقت الاعراض متشابهه تماما ما بين كورونا وادوار البرد. هو خليني في البدايه بس فيما يتعلق بالاعراض الجديده بتاعه الكورونا، هو الحقيقه من بدايه ظهور الوباء في اول 2020 لحد النهارده هو المرض بيدور في نطاق مجموعه من الاعراض. قد يبرز البعض منها في وقت ما او ويختفي بعض الاخر او يقل ظهوره ويتغير الوضع مع مرور الوقت، ولكن هي ما خرجش عن الاعراض اللي هي تقريبا 18 عرض، ممكن اتنين منهم يبقوا هم اللي على السطح في الفتره دي، بعد شويه اتنين تاني بالاضافه ليهم او اتنين غيرهم خالص، لكن ما لم يتم استحداث عرض جديد ما كانش ليه تجربه سابقه في فترات من منذ بدايه الوباء. فهو في نفس الاطار. اما فيما يتعلق بتداخل وتشابه الاعراض فده يعني ده الطبيعي، ان كل ما يستهدف الجهاز التنفسي بصفه عامه في الغالب هتكون الاعراض متشابهه الى حد ما ومتداخله، لدرجه ان يصعب على الشخص العادي اللي هو مش الطبيب المتخصص ومش بدون فحوصات سواء كان الفحص الاكلينيكي او بعض الفحوص المعمليه انه يقدر يحدد الاصابه بتاعته دي، هل هي كورونا، هل هي نزله برد، هل هي انفلونزا، هل هي فيروس المخلوي، يعني كل دي فيروسات بتستهدف الجهاز التنفسي، وكل دي فيروسات بيتواكب زياده معدلات انتشارها مع دخول فصل الشتاء. فعلى المواطن هو كل ما هنالك ان هو يعني يهتم بصحته شويه، وان لما تبقى في اعراض زي كده ما يبادرش بنفسه ان هو ياخد ادويه من تلقاء نفسه ويلجا لاستشاره الطبيب المتخصص، لانه هو الوحيد القادر على تحديد هذه الاعراض وتشخيصها، وهل هي ايهما من مسببات صحيح. الامراض اللي احنا قلنا عليها، الانفلونزا او نزلات البرد او الكورونا او ما الى ذلك، وبالتالي وصف العلاج المتخصص او العلاج اللازم طبقا لحالته دون احداث ضرر ليه بشكل غير مباشر عظيم. من سوء استخدامه للادويه او سوء استخدامه للمضادات الحيويه او افراطه في انه يستخدم انواع كثيره ما كانتش ليها لازمه، وفي الغالب هيكون ليها اثار سلبيه اكتر من ايجابيتها عليه. طيب دكتور مصطفى، اشمعنى فصل الشتاء؟ هل المناعه مثلا بتضعف في فصل الشتاء فبنلاقي ان ادوار البرد والانفلونزا بتزيد؟ لا، هو عشان بس لا مش المناعه بتنخفض، ولكن هي الظروف البيئيه في فصل الشتاء الفيروسات دي بتتنقل ما بين الاشخاص عن طريق الرذاذ اللي بيخرج مع الكلام او الكحه او العطس او ما الى ذلك. طبعا فصل الشتاء بيبقى معاه انخفاض في درجات الحراره، انخفاض في درجات الرطوبه، بيلجا الناس للاماكن المغلقه، الى التجمع في يعني مكان واحد، ممكن يبقى غير جيد التهويه لان احنا بنقفل الشبابيك، بنقفل كل مصادر الهواء اللي هي بتبقى بتسبب لنا الشعور بانخفاض بالبروده يعني، فده بيساعد على ان يبقى الانتقال ما بين الناس اكتر من غيرها من الفصول او الاوقات التانية، برغم ان الفيروسات دي موجودة على مدار السنة، ولكن يعني كل مجموعة من الفيروسات او مسببات الامراض بيبقى لها سيزون او موسم لزيادة معدلات الانتشار، ده بيكون بسبب ان الظروف البيئية بتكون اكتر مناسبة او اكثر مواتية انها تزيد في انتشارها، مش ليه علاقة بمناعة الاشخاص، لان مناعة الاشخاص ملهاش مواسم تنخفض فيها او ترتفع فيها. طيب. او ما شابه ذلك يعني. طبعا بنشكر حضرتك على توضيح هذه النقطة. عايزين نتكلم بس شوية عن كورونا. في بداية ظهور فيروس كورونا كنا عمالين كل شوية نسمع عن متحور جديد، الفا، بيتا، جاما، اوميكرون، بقالنا فترة ما سمعناش عن متحورات، لحد من فترة قريبة بدأنا نسمع عن متحور بيشكل خطورة كبيرة على المواطنين، هل الكلام ده صح؟
والله يا استاذ محمد، هي عمليه التحورات وظهور متحورات جديده دي سمه من سمات الفيروسات بصفه عامه. ان الفيروسات بيحصل لها ما يسمى بالريبليكيشن، اللي هو التزايد في العدد داخل الخليه البشريه، وفي اثناء يعني اي مرحله من مراحل هذا التزايد بتحصل تغيير في ترتيب الاحماض الامينيه داخل الجزيء الوراثي بتاع الفيروس، فبينتج عنه متحورات، والمتحورات بيكون عددها كبير جدا، ولكن يعني ممكن ما يكونش ليها اي تاثير يثير اهتمام المجتمع، ولكن هذا لا يمنع برضو ان ممكن يظهر احد هذه المتحورات او بعضها يصل ان هو يثير قلق المجتمع ويلفت انظار العالم، ويبقى محتاج من المجتمع تحرك او تدخل، سواء كان بلقاح سواء كان استخدام بعض الادويه. يعني المتحورات موجوده، والمتحورات سمه من سمات الفيروسات. وفيما يتعلق بالكوفيد او الكورونا، متحوراته طبعا بدأت بعد تقريبا يعني النصف الأول من 2020 يبدأ بعض المتحورات تظهر، برزت قوي في 2021 مع ظهور الأوميكرون. بعد كده بقى فيه السب فاريانت اللي هي بنقول عليها المتحورات أو المتغيرات الفرعية من المتحورات الأساسية، ودي فيها ميزة، كل ما زادت المتحورات كلما قلت قسوة الإصابة بالفيروس نفسه، على أساس أن الفيروس بيبقى بيستهدف بشكل أساسي واستمرارية وجوده على حساب قسوة أو شدة تأثيره على الخلايا البشرية. بمعنى أن هو الفيروس بيبقى غرضه أن يبقى، لو هو قضى على الخلية البشرية وبالتالي هيقضي على الإنسان اللي هو العائل الأساسي بتاعه، اللي هو الهدف الأساسي عشان يبقى، فهو بيبقى يستهدف زيادة الانتشار في مقابل تأثيره الشديد على الخلايا البشرية وعلى البشر بصفة عامة. فيما يتعلق بخطورة المتحور الأخير اللي هو الـ XBB.1.5 ده، بنقول خطورته بس في زيادة انتشاره، ولكن لم تسجل ولا توجد دراسة أثبتت شدته أو أنه بيتطلب دخول مستشفيات أو بيعمل معدلات وفيات عالية، ولكن هو بيتصف بسرعة الانتشار فقط الكبيرة بس. عظيم، كل الشكر لك يا فندم دكتور مصطفى محمدي، استشاري البطنة والخبير في الأمصال واللقاحات، شكرا جزيلا لحضرتك. كده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعة، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.